السلام عليكم يا دكاترة. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته. السلام عليكم ورحمة أهلا الله وسهلا، السلام طيبين جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام بخير طيبين الحمد لله. جميعا، وعام سعيد عليكم إن شاء الله. دلوقتي إحنا بنتعامل معاكم كزملاء المستقبل، يعني حكاية بقى طلبة، يعني يمكن كلية الطب بالذات اللي تتميز إن هي لما بتخرج الخريج بتاعها ما بينفصلش عن الكلية وبيرتبط بأساتذته، وهو بيبقى زميل بعد كده. لكن حكاية إن يمكن في كليات أخرى يمكن بتنتهي علاقة الطالب بدراسته في الكلية ويسيبها وما يرجعلهاش تاني، لكن أنتم إحنا معاكم على طول في الدراسات العليا وكل حاجة، ويعني إحنا كزملاء أنتم زملاء المستقبل يعني، فبنتعامل معاكم من المنطلق ده، أنتم أطباء المستقبل إن شاء الله وزملاء لينا. دي بداية، وبنرحب بكم في الكلية، وزي ما شفت كل الناس كلها مسخرين لخدمتكم، يعني كل الناس مسخرين لخدمتكم وتلبية أي رغبة أو تذليل أي صعوبة عند حضراتكم يعني في بداية العام الدراسي. وبنرحب بكم مرة تانية، بس هي في بس نقلة ما بين اللي هي المرحلة ما قبل الجامعية والمرحلة الجامعية، نقلة بسيطة يعني، هي إن شاء الله هتاخدوا عليها يعني مع بعض كده، والأمور هتمشي وتيسر إن شاء الله. إيه النقلة دي؟ انتوا كنتوا متعودين مثلا ان يكون نظام تلقيني، يعني يكون فيدنج كده، ان يجي لك المعلومه تروح تذاكرها تروح تمتحن فيها مش عارف ايه. احنا بس في تغيير بسيط هنا، ان انت محور العمليه التعليميه عندنا، يعني في البروتوكول بتاعنا او في المدرسه او في السكول اللي هندرسها لحضراتكم، انتم محور العمليه التعليميه عندنا، بمعنى ان انت السنتر واحنا كلنا بنلف حواليك، يعني انت سنتر العمليه التعليميه المركز، واحنا اللي بنلف حواليك، احنا اللي بنلبي رغباتك، يعني انت المايسترو، يعني انت المايسترو، انت القائد في هذه المسيره يعني. بس وده النظام التعليمي الحديث اللي هو هنشتغل مع بعض دلوقتي، نشوف هنشتغله ازاي، اللي هو البي بي ال. بي بي ال يعني بروبلم، اختصار كلمه بروبلم يعني مشكله، بيزد ليرنينج يعني التعلم بحل المشكلات، نظام التعليم بحل المشكلات، يعني هتبقى في مشكلة معينة هنعرفها، المشكلة دي يعني حالة مرضية يعني، ومع بعض كده بالتدريج هنحاول نحلها ونشوف ايه المعلومات العلمية اللي ممكن نطلع بيها من الحالة دي، وازاي هاو تو مانج، يعني ازاي تدير القصة دي في الحالة دي. فهنشوف مع بعض كده يعني الموضوع النهاردة، ودي يعني اللي زي ما قال لحضراتكم الدكتور اياد كده، ان المحاضرة دي الركيزة اللي انتوا هتبنوا عليها كل ما يتعلق فيما بعد، يعني ده الكلية كلها كل سنوات الدراسة عند حضرتك مبنية على السيستم ده. دي محاضرة يعني هي أهميتها إن ده نظام التعليم اللي هتمشي عليه في الكلية، يعني مش هتمتحن فيها، لا ده أنت ده حياتك في الكلية يعني بالنسبة للمحاضرة. البي بي ال تاني يعني إيه؟ يعني بي بي ال يا دكاترة معايا كده، بي بي ال يعني إيه تاني؟ بروبلم ها بيزد ليرنينج، بيزد ليرنينج يعني بروبلم بيزد ليرنينج. وعشان برضو أوضح نقطة قبل ما ندخل في الموضوع، في عندنا حاجتين، في حاجه اسمها بروبلم بيزد ليرنينج، في مصطلح تاني اسمه بروبلم سولفينج ليرنينج، يعني في بروبلم سولفينج ليرنينج وفي بروبلم بيزد ليرنينج. ايه الفرق بين الاثنين؟ انتوا في مقتبل حياتكم في الكليه يمكن بنطبق لكم برنامج اللي هو البروبلم بيزد ليرنينج، بمعنى ان انت مش هتتعب قوي في حل المشكله، يمكن تلاقي في السيناريو وعرض الحاله المكتوبه اللي قدام حضرتك، يعني هتشوفها دلوقتي، يعني عرض حاله مكتوبه كده، هتلاقي فيه التشخيص موجود والعلاج موجود والدنيا سلسه ومفيش مشاكل خالص. دي بنسميها بروبلم بيزد ليرنينج، يعني انت معتمد على مشكله، يعني التعليم معتمد على مشكله معينه وموجوده المشكله وحلها موجود في الحاله ومفيش مشكله خالص. لما بتكبر شويه توصل سنه رابعه او خمسه، بالمناسبه انتوا سنه تانيه على اعتبار ان السنه التحضيريه سنه اولى، يعني انتم المسمى بتاعكم سنه تانية، يعني انت في سنه ايه؟ تقول انا في سنه تانية كليه الطب. انت المسمى بتاعك انت في سنه تانية دلوقتي، مش سنه اولى، اولى دي بنعتبرها السنه التحضيريه سنه اولى، انت دلوقتي في سنه تانية. فانتم في سنه رابعه ان شاء الله يمكن تعملوا شيفت لحاجه بسيطه، هيبقى بروبلم سولفينج ليرنينج، بمعنى هيبقى في سيناريو وهيبقى المطلوب منك انت اللي تشخص الحاله. يعني من واضح الاعراض بتاعه المريض اللي موجوده في الحاله، من واضح التاريخ المرضي بتاعه، الفحوصات اللي اتعملت، مطلوب منك انت تستخلص التشخيص ده بالنسبه لمين؟ للبروبلم سولفينج ليرنينج. لكن انتوا احنا في سنه ثانيه وثالثه الامور بتبقى واضحه اكتر وسلسه وما فيش فيها مشاكل لغايه ما تتعودوا بس على السيستم وكلام من ده. فالمهم ان انتم فبتبقى الحاله متشخصه، يعني موجود التشخيص جوه الحاله نفسها، ده ما بتتعبوش فيها الحقيقه كتير يعني.
وبرضو يعني انتوا يعني انت عشان تتميز يعني انت هتبقى طبيب، الطبيب ده واحد متميز. التميز ما بيجيش بسهولة، يعني التميز ما بيجيش بسهولة، يعني عشان يطلق عليك طبيب ودكتور وكلام من ده، عشان تاخد اللقب ده يعني مش هخبي عليكم، لازم تتعب شوية. يعني مش هنقول لك تنسى حياتك، لا، بارس حياتك عادي وخد ويك اند وكل حاجة، لكن أثناء الدراسة اللي هتاخده في يوم، اللي هتاخده في يوم تحاول تخلصه، لأنه اليوم اللي بعديه مش هتلحق، يعني أنت فاهم، كل يوم بيومه. يعني ده نصيحة، اللي تاخده النهاردة روح تذاكر النهاردة وهكذا، لأن هتفاجأ فجأة دخلنا في امتحان إيه يا جماعة؟ إحنا لسه بادئين، يعني أنتوا عندكم امتحان يعني بعد حوالي 3 أسابيع من دلوقتي، يعني بقى نحو 3 أسابيع في امتحان اللي هو الكوز الأولاني في الكورس اللي بعده اللي هو الفاونديشن ده. فهو الفكرة إن أنتوا بس عايز تبقى يعني إيه، ما تبقاش أبسايد داون، ما تبقاش راسك تحت ورجليك فوق، لا اعدل نفسك من الأول، خلي راسك فوق ورجليك تحت زي ما هي يعني. وبلاش يعني اللي يزهو الدخول الكليه وعلى من فوق وعلى من لسه ومش عارف. لا، انت اول يوم ان شاء الله، انتوا الاسبوع ده اسبوع كده بناخده تعريفي، ده اسبوع تعريفي للكليه، بدايه من الاسبوع القادم هنبتدي الشغل بقى اللي هو هتقيم على اساسه يعني ان شاء الله. لكن الاسبوع ده اسبوع تعريفي، تتعرفوا على الكليه زي ما انت تعرف، هنتعرف على بعض دلوقتي. فده بالنسبه لنصيحه بيننا وبين بعض. شوف بقى انتوا عرفتوا يعني ايه دي تاني، ايه بي بي ال يعني ايه تاني، بي بي ال يعني ايه بي بي ال دكاترة. يعني نظام التعليم المبني على مشكلة، نشوف المشكلة دي ايه. يبقى اللي قلت لحضراتكم قبل كده كان في سيستم تاني اسمه بروبلم سولفينج، مين ستيبس، هو نفسه، بس بقى اما تبقوا بس تمشوا على السيستم ده شوية ندخلكم في البروبلم سولفينج ستيبس، لكن هما مش مختلفين عن بعض يعني، يعني الامور مش مختلفة عن بعض، لكن هو بس الفكرة ان الحاجة بتبقى سلسة مشخصه قدامك في البروبلم بيزد. البروبلم سولفنج انت بتحاول توصل لحل المشكله، هي سولفنج دي تحل المشكله، وتحاول تشوف المانجمنت بتاع الحاله ايه، ان انت هتدير الحاله، هتعالجها ازاي، تعملها فحوصات ايه الى اخره. اوكي، طيب الاجنده بتاعتنا النهارده يعني ايه، يعني ايه اللي هنتكلم فيه النهارده؟ البي بي ال توتوريال بروسيس، يعني عمليه البي بي ال ازاي بتتم، يعني العمليه نفسها بحد ذاتها هتتم ازاي، والخطوات بتاعتها هما 7 خطوات، يبقى 7 جامب يعني 7 خطوات تخص هذه العمليه. هنستعرضهم مع بعض ان شاء الله دلوقتي. What do you expect from your tutor؟ انت متوقع ايه؟ التوتر اللي هو المعلم بتاع حضرتك، اللي هو الدكتور اللي هيبقى مسؤول عن حضرتك، اللي هو المدرس اللي هيبقى مسؤول عن حضرتك. يبقى هو انت متوقع منه ايه؟ هنعرف انت متوقع منه ايه دلوقتي. يعني هنشوف دور التوتر ايه في قضيه البي بي ال. وهل دوره ميجور ولا ماينور، ولا يعني دوره كبير ولا قليل، ولا مين اللي دوره كبير في الحاله دي بقى؟ مين اللي دوره كبير من واقع اللي انا قلته دلوقتي؟ مين اللي دوره كبير في العمليه التعليميه في نظام البي بي ال؟ طالب. الطالب، يعني الطالب هو اللي دوره، هو دوره الاكبر في هذه العمليه. يعني دور الدكتور هو استشاري ومرشد، فاسيليتيتور، مسهل العمليه التعليميه، خلاص؟ يعني هي ييسر لك الامور، يرشدك الى الطريق الصواب. لكن هو محور العمليه التعليميه هو الطالب نفسه يعني. الفيدباك في البي بي ال توتوريال هنعرف ان نعمل فيدباك، يعني نشوف تقييم البي بي ال كل اسبوع ان شاء الله. الكلام ده هنقوله مع بعض دلوقتي، ما دي الايتم اللي انا هتكلم فيه. الانجلز اوف ذا سكسس في البي بي ال، يعني المحاور بتاعت النجاح، يعني ايه هي انت الزوايا النجاح، يعني انت عشان تنجح ايه الاضلاع اللي انت هترتكز عليها عشان تنجح في هذه العمليه. نشوف مع بعض كده. البي بي ال توتوريال بروسيس 3 ستيج، يعني عبارة عن 3 ستيج وكام سيشن؟ و2 سيشن. اللي تشير راح ولا موجود؟ دكاترة موجود. طيب صوت ماله؟ واضح يا دكتور. يبقى البي بي ال توتوريال 3 ستيج و2 سيشن. يعني ايه 3 ستيج و2 سيشن؟ دول اللي هم الثلاثه ستيج، يعني عباره عن 3 مراحل، لكن في جلستين. هتلاقوا في الجدول ان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم اللي هو هنبتدي اول كورس اللي بنسميه كورس الفاونديشن او الاسينشال ميديكال فاونديشن سكيلز، اللي هو كورس المهارات الطبيه الاساسيه. ده اول كورس، وده كورس لذيذ وخفيف، مش مختلف قوي على اللي انتوا اخدتوه في البيزك ساينس اللي هي العلوم الاساسيه في مراحل البيولوجي،
مراحل السنه التحضيريه ومراحل الثانويه وبتاع، بس بدبس او عمق مختلف شويه اللي هو يمهدك للدخول في كليه الطب يعني. يعني ده كورس بنشرح فيه الحاجات الاساسيه في كل ماده في الطب، يعني الحاجات الاساسيه بس بنمهدك للدخول في الكورس اللي بعده اللي بنسميه دوره الحياه او اللايف سايكل. عندك في الترم الاولاني الاسبوع اللي احنا فيه ده يا جماعه اسمه الاسبوع التعريفي. هتلاقي الدكاتره كلهم كل زمان داخل بوابات بعرفك بنفسي وبعرفك يعني بالمنهج ده، هتلاقي الناس كلها بتدخل تعرفك انت هتعمل ايه، بتحطك على الطريق يعني. ده الاسبوع كله بالمنظر ده، تستفيد من خبرات الدكاتره وخبرات زمايلك والى اخره. لكن الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبتدي اول كورس اللي انت هتقيم على اساسه، يعني هتحاسب من اول الاسبوع اللي جاي بقى. هتاخد الحاله الاولى اللي هنشوف الحاله اللي هتاخد فيها ايه، هتاخد حالتين وبعديهم هيتم الاسبوع ريست كده، تاخد ريست اسبوع وبعدين يتم امتحان الكويز او الامتحان التقييمي. بعد كده تاخد كمان حاله وتاخد كمان ريست كمان اسبوع، وبعدين تاخد امتحان فاينل. يعني الكورس اللي جاي ده ثلاث حالات، حالتين واسبوع ريست وبعدين امتحان، بعد كده البتاع قول معايا، بعد كده تاخد حاله وبعدين اسبوع ريست وبعدين تمتحن، يعني امتحان الفاينل النهائي بتاع البتاع ده. وبعد كده تاخد الكورس الثاني في الترم الاولاني. يعني احنا عندنا الترم الاولاني ده فيه كورسين لايف سايكل، وبعد كده السي ار اف ده كبير شويه، ده في الترم الترم الثاني بقى. طيب ده بالنسبه على اللي انتوا هتاخدوه السنه دي ان شاء الله سنه ثانيه يعني. فانت مراحل البي بي ال، بي بي ال توتوريال ثلاث مراحل، ثلاثه ستيج واثنين سيشن على جلستين، على جلستين. ايه الجلستين دول؟ احنا بنقابلك يوم الاحد كل اسبوع الساعه 8 صباحا حسب الجدول المتاح السنه دي من 8 ل 10. دي بنسميها الفتحه، بنفتتح الحاله اللي هو الاوبننج سيشن، بنفتتح الحاله. وبعد كده في المقابل هيبقى يوم الخميس بنقفل الحاله كلوزنج سيشن، يعني بنفتح الحاله يوم الاحد الصبح ان شاء الله، ويوم الخميس حوالي الساعه 10 ل 12 بنقفل الحاله. بنديك فرصه طول الاسبوع ده ان انت تناقش بقى مع زمايلك مع الدكاتره وتسمع المحاضرات وتدور على المعلومات في خلال هذا الاسبوع من الاحد الى الخميس. ده اللي بنسميه التو سيشن. يبقى عندك تو سيشن يوم الاحد وكام؟ والخميس. يبقى الحاله بتتفتح مع الدكاتره مع الدكتور اللي هيبقى مسؤول عنك في السيشن، تتقسم انتوا المجموعات بالمناسبه وكل دكتور مسؤول عن مجموعه من حضراتكم. فالسيشن الاولاني بيبقى اوبننج سيشن بيبقى يوم الاحد، وبعد كده بنقفل الحاله يوم كام؟ يوم الخميس. يبقى عندنا جلستين مع الدكتور بتاعنا اللي هو بنسميه التوتر، التوتر اللي هو الدكتور المسؤول عننا او المعلم اللي مسؤول عننا. يبقى دول تو سيشن. عرفت يعني تو سيشن؟ امال ايه الثلاثه ستيج دول بقى؟ الثلاثه ستيج دول اللي هم هنناقش فيهم الحاله، يعني ده بقى اللي هي السيناريو او المراحل اللي هنناقش فيها الحاله بقى، الحاله المرضيه اللي هنستعرضها مع بعض. هي الحاله ديت احنا بنناقشها ليه؟ عشان نطلع منها بمعلومات انت تستخلص منها معلومات هتذاكرها، يعني الحاله دي زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي بنستخلص معلومات من الحاله هنذاكرها ونمتحن فيها. وانت اللي هتطلعها بمساعده طبعا الدكتور كفاسيليتيتور كمسهل العمليه التعليميه. فالحاله دي بتبقى زي ما انت شايف كده ثلاث مراحل. ايه المرحله الاولى؟ مرحله العصف الذهني اللي هي البرين ستورمنج، ودي بتبقى خمس خطوات، دي بتتم يوم الاحد. يعني يوم الاحد ان شاء الله الاوبننج سيشن بيبقى فيه الخطوات دي. يبقى يوم الاحد في خمس خطوات بنسميهم العصف الذهني للحاله، اللي هو بنمسك الحاله بقى نفرزها بقى، نفرزها فرز محترم، كلمه كلمه حرف حرف، وبعدين بنشوف مش عارف الحاله دي بتدل على ايه ومحتاجه ايه وايه القصه في الحاله دي بالظبط. يعني بنمسكها من الاول للاخر ونطلع ونرجع تاني ورايحين جايين رايحين جايين، هنناقش الحاله. ده اسمه العصف الذهني للحاله. فالعصف الذهني للحاله ده هيقوم بيه حضراتكم الطلبه بيقولنا بمساعده مين؟ بمساعده، شوف بمساعده، مش الدكتور اللي بس التوتر هيوجهكم يعني ناحيه ارشاديه، يعني لو ضليت الطريق كده يرجعك تاني بس. يبقى البرين ستورمنج سيشن ده العصف مين؟ مرحله العصف الذهني للحاله. كم خطوه؟ كم خطوه يا دكاتره؟ عايزكم معايا عشان تطلعوا من هنا لازم تكونوا حافظين البتاع ده بالظبط، يعني حافظين هتعملوا ايه؟ يبقى البرين ستورمنج ده العصف الذهني ده يوم الاحد، يوم ايه ده؟ اللي هو الاوبننج اللي هو فتح الحاله يوم الاحد الصبح، هنفتحها مع بعض. دي خمس خطوات هنعملهم مع بعض ان شاء الله. الانفورميشن جاذرنج دي خطوه اللي هي بقى ما بين الاحد والخميس، يعني هنا الحد والخطوه الثالثه دي بتاعت يوم الخميس قفل الحاله. ما بين اللي يوم الحد والخميس انت بتجمع معلومات. طب انا السورسز بتاعت النولج دي يعني مصادر المعلومه اجيبها منين؟ مصادر المعلومه اولا عندك محاضرات، على مدى الاسبوع كله في محاضرات، ده الليكشر. عندك براكتيكال، عندك دروس عمليه هتاخدها،
عندك حاجه اسمها الاي سي اي اللي هو الايرلي كلينيكال اكسبيرينس اللي هي الممارسه الكلينيكيه المبكره يعني او الخبره الكلينيكيه المبكره ده ايرلي كلينيكال اكسبيرينس الاي سي اي. عندك اي بي ام حاجه اللي هو الايفيدنس بيزد ميديسين في يتعلق بالاحصاء والى ما اخره والنشر بتاع الابحاث والكلام ده. عندك الحاجه اسمها البي اي بي اللي هو الابحاث اللي هو البيرسونال اكسلنس باس واي. يعني هتسال المصطلحات هتعرفوها. انا هسيب كل دكتور من الزملاء هيتكلم عن حاجته لوحده يعني الاسبوع ده كله هتعرف كل حاجه عن اللي انا بقوله ده ان شاء الله. لكن انت عندك في خلال الاسبوع من الاحد للخميس في ناس كتير هيتكلموا معاك وهيدخلوا معاك. انت بقى اللي انت خدته في الاسبوع ده تجمعه، هتجمع المعلومات دي. طب هل هي المحاضرات والعملي هو المصدر الوحيد للمذاكره؟ قال لا، احنا عندنا المنصه التعليميه عندنا موقع الكتروني لحضراتكم هتبقوا تاخدوا الايميلات وهيترتب مع حضراتكم يعني تدخلوا على الموقع الالكتروني هتلاقي المحاضرات هتترفع عليه ان شاء الله وهتترفع عليه العملي كمان وهيترفع عليه حاجه اسمها الاديشنال ريسورس. يعني ايه اديشنال ريسورس؟ يعني بننزل لك احنا مصادر علميه او جزء من المراجع جزء من المحاضرات ايا كان الظرف اللي هيحصل لكل حاله لها ظروفها الخاصه. الاديشنال ريسورس دي او المصادر الاضافيه دي معناها ايه؟ معناها ان في معلومه ممكن تثار في البرين ستورمنج هنا ومش هتلاقيها في المحاضرات، يبقى دور عليها ارفع اطلع على البلاتفورم على المنصه التعليميه بتاعتنا وهتلاقي اجابه السؤال ده في الاديشنال ريسورس. يبقى المعلومات هجمعها منين تاني؟ هجمعها من المحاضرات ها؟ هجمعها منين؟ العملي ها؟ وبعد كده مين؟ وتاخد من البلاتفورم الاديشنال ريسورس. افرض ما لقيتش في ده كله، يعني افرض ما لقيتش الحاجات دي كلها، احنا الدكتور اياد هيبقى يعمل لكم اللي هو كل ماده لها تكست بوك معين، يعني كل ماده لها مرجع ترجع له. يعني ماده الاناتومي التشريح لها مرجع المفروض ترجع له، ماده الفيسيولوجي مرجع الهيستولوجي اند سو اون، يعني كل ماده عندنا بندرسها لها مرجع معترف به عالميا ودوليا اللي احنا بنعترف به، ترجع له اذا انت مش لاقي المعلومه في على المنصه حتى ترجع للمرجع ده. طب الدنيا قفلت في وشك خالص ومش عارف تجيب المعلومه دي، روح للدكتور المنوط بالماده دي. يعني انت هتعرف ان السؤال ده مثلا تبع التشريح، روح لدكاتره التشريح هم موجودين في الساعات المكتبيه بتاعتهم، كل دكتور له ساعات معينه بتلاقيها مكتوبه على الباب. روح قول له يا دكتور اجيب السؤال ده منين ولا اجابته ايه؟ يعني اتناقش مع الدكتور بقى اللي هو المنوط بهذه الماده. دي مرحله تجميع المعلومات اللي هي الانفورميشن مين جازرنج دي. يبقى دي مرحله تجميع ايه؟ معلومات بيقوم بها الطالب ما بين يوم الاحد ويوم الخميس. وهو بيعرف المعلومات دي بتاعت ايه؟ المعلومات دي اللي بيستخلصها من اول يوم اللي هو بتاع يوم الاحد ده. بنطلع اجنده واسئله، الاسئله ديت اللي بنطلعها يوم الاحد دي المفروض انت طول الاسبوع بتجاوب عليها بقى بتدور على الاجابات بتاعتها. عشان تيجي يوم الخميس تعمل الديبريفنج سيشن. هنجمع المعلومات بقى في حضرتك ديت وهتقعدوا جلسه كده هقول لكم هتتعمل ازاي. جلسه وهتجاوبوا على الاسئله دي اللي انتوا جمعتوها. يعني بتجهزوا اجابات الاسئله اللي انتوا جمعتوها خلال هذا الاسبوع واللي احنا طلعناها في الاجنده بتاعت يوم الاحد. يبقى تاني يا دكاتره يبقى انا عندي يوم الاحد هنفتح الحاله، يوم الخميس هنقفل الحاله ونناقشها، وما بين الحد والخميس الانفورميشن مين؟ جازرنج، تجميع المعلومات من المصادر اللي انا قلتها. يبقى اتفقنا كده؟ يبقى انا عندي تو سيشن يعني حد وخميس، ثلاث مراحل انا قلتهم دول الثلاث مراحل. المرحله الاولى يوم الحد، المرحله الثالثه ديت يوم الخميس، وما بينهما مرحله تجميع المعلومات. تمام كده؟ نعدي دي ولا في اي استفسار في دي؟ تمام. على البركه، الامور سهله، الامور سلسه، واحنا معاكم طبعا في الاول خالص يعني. دكتور عندي استفسار. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا حبيبي. الان لو اني انا يوم جيت في الخطوه الثانيه انفورميشن جاذرينج، لو اني انا على طول دخلت في المصادر، يعني ما بديت في الخطوه، يعني انا ما قعدت اشوف المحاضرات، لا مشيت بالموقع المعتمد عالميا. هل هذا بيضرني او اني لا لازم ابدا من الخطوه الاولى ثم الثانيه والثالثه؟ لا انت لازم، ما انت انت هتجمع انهي معلومات؟ ايه المعلومات اللي هتجمعها؟ ما انت مش هتعرف المعلومات دي الا من الخطوه الاولى دي. الخطوه دي اللي هتقول لك المعلومات اللي انت هتجمعها. يعني هي دي الجايد، ما انا لسه بقول لك اهوت، اقول لك اهو انت عشان تعتمد على الخطوه الثانيه ديت لازم تكون عملت الاولى، لان في اسئله اصلا هتثار في الخطوه الاولى احتمال ما تلاقيهاش على المنصه اصلا، يعني اللي هيعتمد على المنصه كده مع نفسه ويقعد في البيت يذاكر مذاكره ذاتيه كده مقرا بقى اللي في المحاضرات وخلاص واللي هي بينزلوها الدكاتره. بعض الاسئله اللي موجوده في الاجنده اللي بنطلعها يوم الاحد هنا مش هتلاقي اجابتها في، مش هتعرف تدور عليها الا بقى ما اللي انا قلته ده، لازم تحتك بالدكاتره ولازم مع زمايلك وقصه كده يعني. يعني لازم تبتدي بالخطوه اللي انا قلتها بالترتيب. لازم نبتدي بالترتيب اللي انا كاتبه ده. فاهمني؟ ما ينفعش تاخد خطوه قبل الثانيه. طيب. تمام كده يا دكاتره؟ يا دكتور عندي سؤال. اتفضل.
الاجنده الحين الاسم الاسم الاول اسمك ايه؟ محمد الحربي. تفضل يا دكتور محمد. تفضل يا حبيبي. الاجنده تبدا من يوم الاحد صح؟ اه طوال الاسبوع نحاول نكتبها. الاجنده بنطلعها مع الدكتور بعد الايه؟ الاجنده نكتبها مع الدكتور ولا مع المجموعه حقتي؟ مع المجموعه والدكتور الاثنين بتعملوها يوم الاحد مع بعض، والدكتور بقى موجود معاكم في الجلسه مع زمايلك والدكتور. انا هقول لك انا كل حاجه، لا تقلق. احنا بس ده دي السمه العامه اللي هنشتغل عليها، لكن هنعمل ايه بقى؟ هنشوف مع بعض اهو. خلاص؟ عرفنا بس الخطوات اللي هنشتغل عليها، نشوف بقى هنعمل ايه. بقول لك وات از ذا بروبلم ان بي بي ال؟ يعني ايه البروبلم بتاع البي بي ال؟ ايه المشكله اللي احنا هنناقشها؟ يعني ايه المشكله دي؟ ايه البروبلم دي؟ هل بروبلم اجتماعيه ولا بروبلم ايه؟ دي اديوكيشنال بروبلم، يعني بروبلم تربويه، يعني للغرض التعليمي. غرض مين؟ التعليم. is a situation in which the student is confronted with a task. task يعني انت، يعني انت بتعرض، بيعرض فيها الطالب لتاسك، يعني حاجه المفروض هيعملها. يعني بنعوض التاسك يعني حاجه المفروض هيعملها، او difficulty صعوبه ما، حيث هو او هي don't know an immediate solution، اللي هم ما بيعرفوش حل. يعني انت لما يوم الاحد بنقرا الحاله هيبقى في غموض كتير، غموض كتير، في واستفسارات كتير واسئله كتير وحاجات مش عارفين دي ايه بالظبط. لكن هعرفها منين بقى؟ على مدى الاسبوع كله من خلال متابعتي للمحاضرات، متابعتي للعملي، هالغموض ده هيتحل تدريجيا لغايه يوم الخميس كل حاجه تبقى واضحه. يعني كل حاجه بالنسبه لكم هتبقى واضحه لغايه يوم الخميس، فتلاقي الامور بتتحل تدريجيا. يعني انت في غموض في الحاله، ما عندكش حل سريع لاي مشكله او اي سؤال دلوقتي، لكن انت اثناء الاسبوع ومن خلال المصادر اللي انت هتذاكر منها، محاضرات تحضرها، مش عارف العملي، اللي انا قلته ده، الكلام اللي انا قلته، انت هتجد الحل ان شاء الله. لكن مفيش immediate solution، مفيش حل مباشر لهذا الموضوع. خلاص؟ وهتلاقي فيه حلول كتيره بقى. يعني انت المشكله هتلاقي فيها حل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، لكن مين اللي هيديك جايد يقول لك الحل رقم ثلاثه ده اللي يناسبنا؟ هو ده بقى وظيفه الدكتور في الجلسه. ان انت لو جاوبت سؤال مثلا وشتيت كده، يعني حصل لك ديفيشن، انحرفت عن المسار الطبيعي لاجابه السؤال، هو يرجعك يقول لك لا يا ابني ارجع تاني كده، ده زياده، ده ما يصحش، ده السؤال ده ناقص، السؤال ده زايد، روح راجعه تاني في المرجع. فهمت؟ يعني انت هتجد حلول، لكن الفاسيليتيتور والجايد ليك واللي هيوجهك هو مين؟ هو الدكتور. طيب احنا هنعمل ايه؟ انا جايب لكم مثال لحاله، مثال ده مثال. الحاله بتبقى جايه كده، كلام اهو، كلام مكتوب اهو، كلام مكتوب، هو دي الكيس، هي دي البروبلم، دي البروبلم اللي عايزين نحلها. وبيجي لكم الحاله بالمنظر ده، بس بتبقى مترقمه. السطر ده مكتوب جنب واحد مثلا، اثنين، ثلاثه، اربعه، في ارقام للسطور عشان تسهل عليكم وانتوا بتناقشوا الحاله مع بعض. يعني انت بتقول لزميلك بص على السطر رقم خمسه مثلا، خمسه وشوف في ايه. يعني زميلك هيقول لك بص على السطر رقم خمسه وكلمني فيه، وبص على السطر رقم مش عارف 11 وكلمني. يبقى انت تبص على طول على، احنا كاتبين الارقام اللي قدامكم. الحاله دي هتجيلكم جاهزه ان شاء الله الصبح، يعني يوم الحاله لما تعرض هتجيلكم جاهزه وتوزع على الطلبه، كل واحد هياخد نسخه من هذه الحاله، وبعدين بتتناقشوا فيها. هنشوف هنتناقش ازاي، لكن ده شكل الحاله اهو، ده شكل بروبلم معينه. هنعمل فيها ايه بقى؟ هي هتجيلك الحاله اهي، ورقه اهيت مكتوبه وموجود فيها البروبلم بتاعتنا او الكيس، هتتوزع على الطلبه كل يوم الصبح. التوتر بيجيب الورق الصبح يوزعه على حضراتكم، عدد الطلبه كل طالب معاه نسخه من هذه الحاله. ده يوم الاحد يا جماعه، ماشي؟ يوم الاحد. احنا دلوقتي اللي هندخل فيه يوم الاحد. يوم الاحد كام خطوه لوحده؟ وهو لوحده كام خطوه؟ ها؟ يوم الاحد كام خطوه؟ خمس خطوات. خلاص؟ الحد ده فتح الحاله، ده فتح الحلقه لغايه ما نوصل للاجنده بتاعت الاسئله، لغايه ما نوصل لاسئله احنا مطلوب نجاوب عليها من واقع الحاله دي. هي الحاجات الغامضه دي هنحولها لاسئله. يعني لو اي غموض في اي سطر من دول كده، اي لاين من دول في غموض، احنا هنحوله الى سؤال ونشوفه هيتجاوب عليه على مدى الاسبوع الجاي. يبقى البروبلم بيزد ليرنينج ستيبس احنا عندنا هم سبعه، خمسه في يوم الاحد، واحده يوم ايه؟ واحده اثناء الاسبوع بتاع تجميع معلومات، والخطوة الستة اللي هي بتاعت يوم الخميس الديسكشن. ادي السبع خطوات بتوع البي بي ال. أول خطوة هنعمل إيه بقى إن شاء الله؟ يعني أول خطوة إن شاء الله اللي هيحصل كالآتي. رجاء تركزوا كويس عشان أنتوا هتفاجئوا إن أنتوا تشتغلوا على طول بناءً على المحاضرة دي. يقول لك أنت خدت المحاضرة فين يا ابني؟ اللي أنت يعني أنت هتشتغل على طول. فبص كده، الخطوة الأولى إحنا قلنا الصبح إن شاء الله هيحصل إيه؟
انتم المجموعه البنين والبنات كله هيتوزع الى مجموعات، المجموعه حوالي 11 طالب تقريبا حاجه كده يعني، كل مجموعه 11 طالب او طالبه. بيدخل ولكم توتر معين، كل مجموعه هيبقى لها توتر معلم مسؤول عنها، دكتور مسؤول عن الحاله. هتدخلوا الصبح، السلام عليكم، سلام ورحمه الله، هتعرفوا على بعض كلكم، الدكتور هيعرف نفسه وانتم كلكم هتعرفوا بعض، واحد يقول اسمه وبعدين في الجلسه دي هنختار تشير للجلسه. يعني ايه تشير للجلسه؟ هنختار من الطلبه المجموعه رئيس للجلسه، رئيس للجلسه دي لهذا الاسبوع، وسكرتير، بنسمي الرئيس تشير وبنسمي السكرتير سكرايب. يعني بنسمي السكرتير ايه؟ سكرايب، وبنسمي رئيس الجلسه مين؟ تشير. دول اتنين طلبه، انتوا بتختارهم فيما بينكم، والدكتور بيلاحظ بس، وقاعد كده واخد كرسي على جنب كده، كرسي كده وقاعد بيتفرج عليكم انتوا بتشتغلوا يعني. يبقى مين يبقى هتختاروا فيما بينكم، كل حاله هيتغيروا، يبقى ايه روتيشن، نظام بالروتيشن. يعني انت كنت رئيس الجلسه المره دي، والجلسه اللي بعدها ممكن تبقى سكرتير الجلسه، والسكرتير ممكن يبقى رئيس الجلسه بعد كده، والطلبه يتناوبوا هذه الوظائف فيما بينهم على مدى مين؟ على مدى الفصول الدراسيه بتاعتهم. خلاص يعني كل طالب هيقوم بالوظيفتين دول على مدى الفصول الدراسيه، مدى السنه كلها يعني، مره يبقى رئيس جلسه، مره يبقى سكرتير الجلسه، او هكذا. ده بالنسبه لايه؟ يبقى احنا اول حاجه هنعملها ايه تاني بقى؟ ها؟ اول حاجه دكاتره نفتح الحاله دلوقتي هنوزع المهام، هنوزع المهام. احنا دخلنا يوم الاحد الصبح، السلام عليكم ورحمه الله، كله قاعد، هنوزع المهام، مين النهارده يا جماعه هيبقى رئيس الجلسه؟ مين سكرتير؟ بعد ما نتعرف على بعض، بعد ما نتعرف على بعض واسماء بعض وبنعرف بعض في الجلسه يعني. طيب الحاجه الثانيه، الخطوه الثانيه، رئيس الجلسه من الطلبه المره دي يعني بياخد اسماء زملائه او زميلاته، خلاص؟ يعني بياخد البنت تاخد اسماء زميلاتها والولد ياخد اسماء زملائه، وياخد الايميلات بتاعتهم وارقام الموبايلات. يبقى كل مجموعه هيبقى لها جروب على الواتس، جروب على الواتس، الجروب دي خاص بالمجموعه ديت، ومعاكم الدكتور، يعني هتاخد برضه رقم الموبايل بتاع الدكتور، رقم الهاتف بتاعه، ورقم الجوال، ورقم جوالاتكم كلكم في المجموعه، هتبقى على الجروب بتاع الواتس ده. يبقى الواتس ده بتاع المجموعه مثلا، وليكن احنا بنسمي المجموعات ام يعني ايه؟ يعني ميل يعني الاولاد، واف يعني فيميل يعني البنات. ام اختصار ميل يعني اولاد، واف اختصار مين؟ فيميل يعني البنات. فبنسمي المجموعات ام 1 يبقى المجموعه بتاعت الاولاد رقم 1، ام 2 يبقى المجموعه بتاعت الاولاد رقم كام؟ 2، ام 3 يبقى المجموعه بتاعت الاولاد رقم 3، اف 5 يبقى المجموعه بتاعت البنات رقم 5. يعني بنسمي المجموعات كده ام واف، ام ده اولاد واف ده مين؟ بنات. وبنسمي المجموعات بقى ام 1 ام 2 اند سو اون. فانتوا هتبقى الجروب مثلا هتكتب على الجروب الواتس ام 1 جروب بي ال، ام 1 جروب بي ال سكند يير مثلا، هتبقى المجموعه بتاعتكم اسمها كده، اللي في ام 1، اللي في ام 2 يكتب ام 2، وتعملوا جروب للواتس على المجموعه دي. المجموعة كل مجموعة هيتعمل لها جروب على الواتس، والدكتور هيبقى معاكم في هذه الجروب عشان اي ديسكشن، اي استفسارات اثناء الاسبوع اللي هو بداية الحلقة وقفلها، يبقى كله مع بعض يعني. طيب خلاص كده اتفقنا. اول حاجة هنعملها يعني، شوف الناس دي كلها حاجات اللي بنسميها الجلسة الاجرائية، يعني احنا بنعمل اجراءات لسه ما بدأناش الشغل اهو، بنتعرف على بعض، ازيكم يا جماعة، بنعمل ارقامنا ما ناخدها كلنا، اسماءنا نسجلها، ونعمل جروب على الواتس وبتاع، ماشي. طب بعد ما عملنا بقى القصة ديت نبتدي الشغل بقى. الورقه اللي اتوزعت اللي هي الحاله، هنعمل ايه فيها الحاله؟ الحاله اللي هي قدام حضراتكم اللي هي دي مثلا دي، خلاص؟ هي مش دي اللي هتنزل لكم طبعا، انا جايب حاله غريبه عليكم يعني، مش هتاخدوها السنه دي يعني. فالمهم فده مثال بس بشرح عليه. فهيجي لكم الحاله كده، هتعمل ايه بقى؟ اللي تشير بتاع الطلبه هو اللي هيبتدي اداره الجلسه، رئيس الجلسه بتاع اللي هو الطالب، رئيس الجلسه، الدكتور هو. انا جبت سيره الدكتور في حاجه، الدكتور قاعد كده بيتفرج عليكم اهو، انتوا قاعدين تعملوا اسمائكم، وقاعدين تاخدوا تليفوناتكم، وقاعد تعمل جروب، وبعدين الدكتور وانت لسه هتقرا، والدكتور قاعد ما جبتش سيرته خالص يعني، الدكتور قاعد بيتفرج على حضراتكم يعني. فهو رئيس الجلسه من الطلبه هيعمل ايه؟ هيبتدي يشوف مثلا الحاله دي كام سطر مثلا، الحاله دي كام سطر كده، نعد مع بعض كده مثلا، ادي 1 2 3 4 دي 19 مثلا، 19 سطر، 19 سطر، قول 20 مثلا، يعني قول 20 سطر مثلا يعني. طب انا عندي كام طالب؟ عندي 10. خلي بالك من رئيس الجلسه بقى اللي هو الطالب، بحكمه كده ويرتب اموره. انا عندي 20 سطر اهوت،
الحالة وعند 10 طلبة، يبقى كل طالب هيقرأ أول حاجة هيقرأ كم سطر؟ إيه؟ سطرين. أول حاجة أول حاجة هيقول يا محمد، هيقول يا محمد اقرأ لو سمحت من لاين 1 إلى لاين 2 السطرين الأولين دول لاين 1 و 2. هو رئيس الجلسة أهو طالب، هيقول لزمايله، هو اللي هيدير الجلسه، يا محمد اللي هو احد زمايله يعني، يا محمد اقرا من السطر الاولاني للسطر الثاني. خلص محمد يقول له يا عبد الله اقرا من السطر الثالث للرابع. طيب اللي بعد يا حسين اقرا من مش عارف الخامس السادس، وهكذا. يبقى هو هيتحكم في الجلسه وزميله هيقرا السطور اللي هو هيحددها للتشير، يقول له ستوب واللي بعده يقرا، الستوب واللي بعده يقرا، ان هو مجرد قراءه للحاله فقط. يبقى اول حاجه هنعملها نقرا ايه؟ نقرا الحاله. يبقى اول حاجه نعمل ايه؟ ريدنج. يبقى اول حاجه جاست نعمل ايه؟ ها ريدنج. يعني احنا مش هنعمل اكتر من كده، يعني كل طالب وهيقعد وهيقعد تقرا الحاله مع بعض، وانت بتقراها تبدا مرحله البرين ستورمنج. انت مش مجرد قارئ، وانت بتقرا شغل مخك، حلل المحلل اللي بتقراه في مخك. نواف اه ده ولد مش بنت، خلي بالك اشوف انا بقى اشوف انا بحلل الحاله اهو، ده تحليل الحاله بالنسبه لي، ده هيفيدني كتير، الاسم ده هيفيدني. نواف اه ده ولد مش بنت، ده في دماغي بقى اللي بيدور في دماغي انا، لا اعبر عنه، ما بقولوش قدام زمايلي، بس ده في دماغي. 15 سنه ده سن المراهقه، ماشي. اولد اتندنج هير فاميلي فيزيشن، اه طبيب الاسره، ده طبيب الاسره. مورنينج كلينيك، راحوا الصبح للعياده بتاع طبيب الاسره دي، بتاع طبيب العيله يعني. يعني الكلام يدخل، شوف يعني مش اقرا كده وخلاص واحد قاعد يقرا وانتهينا، لا انت بتقرا حاول تفهم الكلام اللي بتقراه، حاول تفهم. يعني اقول لك حاول، ما بقولكش افهم، انت لسه في مرحله لسه بتبتدي معانا يعني. حاول تفهم بس الكلام اللي بتقراه، هو ده اسمه اول مرحله في العصف الذهني، افهم بس اللي انا بقراه. وبعدين وانا بقرا كده وانت قاعد تقرا كده، يعني خد بالك من زمالك بيقرم، هم كلكم بتقراوا وانتوا قاعدين تقرم، زميلك بيقرا وانت معاه، هو قرا كلمه ما انتش عارفها، يعني قرا كلمه فيزيشن مثلا ما انتش عارف، وهو بيقرا حط خط تحت هذه الكلمه، حط خط تحت هذه الكلمه عشان لما نخلص هنسال بعض في الكلمات اللي احنا مش عارفينها. يبقى وزميلي بيقرا، زميلي بيقرا، انا ماسك القلم والورقه قدامي، الحلقه مكتوبه قدامي وماسك قلم وماشي وراه، اه هو بيقرا كده قابلني كلمه مش عارفها، اه حط خط تحتها الوقت، لكن مش مفيش داعي ان نعرف معاني كلمات دلوقتي، لكن هو بس ايه حط خط تحتها، وزميلك اللي بعده هيقرا وهكذا، وتمشي وراه، اه ده ايه ده؟ تحط خط تحتها، تحت الكلمه اللي انت مش عارفها دي، مش عارف يحط خط تحتها، قاعد انت طول الجلسه زميلك بيقرا، وما يجي دورك تقرا وهكذا، هم برضو كل المجموعه هتعمل نفس المنظر ده. يبقى وانت قاعد تقرا الحاله، زميلك بيقرا، انت وظيفتك هتعمل ايه في نفس الوقت؟ هو بيقرا، وبيقرا انت معاه، قاعد تعمل ايه؟ خطوط تحت مين؟ تحط خط تحت مين؟ او بتعمل هايلايت بقلم، قلم بتاع اي هايلايت، حطها هايلايت كده، قلم اصفر او قلم بتاع على الكلمات اللي هي الكلمات صحيح. اللي انت شايفها صعبه، ما عرفت ترجمتها، الكلمات اللي محتاجه ترجمه، الكلمات اللي محتاجه ترجمه، هو ماشي كده وانت معاه كده اول باول، جميل قوي. طيب نمشي نكمل بقى، هنكمل لغايه اخر الحاله، هنقعد مجرد قراءه فقط يا جماعه، دول ما فيش نعمل حاجه ثانيه، تقعد تقرا بس كده، قراءه فقط اهو، قراءه. طيب بعد ما نقرا واحنا بنقرا كنا عملنا ايه يا جماعه؟ كنا حطينا خط تحت الكلمات مين؟ صعبه. اللي تشير اللي هو رئيس الجلسه من الطلاب هيعمل ايه؟ هيقول يا جماعه طب نشوف السطر الاولاني، هيشوف اهو، يا جماعه نشوف السطر الاولاني، حد عنده كلمات صعبه فيها؟ افرض واحد قال لك كلمه فيزيشن دي يعني ايه؟ احد الطلبه يعني. يقوم زمايله يحاولوا يردوا عليه، يقولوا ده طبيب الاسره، ده الممارس العام للاسره، اسمه فيزيشن، الدكتور اسمه فيزيشن، خلاص؟ الممارس العام ده اسمه فيزيشن، طبيب الاسره اسمه فيزيشن. طيب افرض ما عرفناش الكلمه دي. القاعات، قاعات البي بي ال مزوده بالنت، قاعات البي بي ال مزوده بالنت، افتح الجوال بتاعك ودور وافتح القاموس وشوف معنى الكلمه دي ايه على النت. اتفقنا يا جماعه اهو؟ يبقى في كلمات وعن تقولوها كله يعرف، هو بقى تكتب بقى معنى الكلمه عليها فوق من فوق، انت حر بقى، عرفتها خلاص انت حر. واحد تاني، طب يا جماعه ده رئيس الجلسه اهو، عشان تعرف اللي تشير وظيفته ايه، تشير وظيفته اهو اداره الجلسه. يا جماعة طب السطر الثاني، ياخد سطر كده، السطر الثاني فين الكلمات الصعبة في السطر الثاني؟ سباينا هي سباينا بيفيدا، يعني دي كلمة سباينا، ما علينا، دي اسمها سباينا بيفيدا. المهم ايه سباينا بيفيدا دي يا ربي؟ نحط تحتها خط،
تقطع خط وحد يا جماعه عارف دي يعني ايه؟ طب ما حدش عارف، نفتح مين؟ ما تستناش الدكتور يقولها لك. الدكتور عارفها طبعا، لكن هو بيتفرج على اداره الجلسه، لان ده هو تقييمك بيبقى كده، يعني انت بتقيم على كده، مش وانت مش لازم تعرف، لكن لازم تشارك. يعني التقييم يا جماعه في عندنا في البي بي ال على المشاركه، مش على ان انا مش على انك تغلط، لا انت اتكلم واغلط براحتك. ده انا اديك الفول مارك، يعني انا اديك الفول مارك طالما انت بادرت باجابه ومش قاعد ساكت. لكن اللي قاعد ساكت ده ملوش مكان عندنا، خلي بالك. اللي بيقعد ساكت ده ما هنعمل فيه ايه بقى؟ هنقيمه ازاي؟ لكن اللي بيشارك حتى لو جاوب غلط مفيش مشاكل، ما انتوا كلكم لسه بتبتدوا مع بعض، ايه المشكله يعني؟ وانت لسه بتتعلم، ما تغلط. يعني التقييم يا جماعه في البي بي ال، في البي بي ال على المشاركه، على المشاركه، مش على انت تجاوب صح او غلط. فهمتني؟ يعني في وخصوصا في بدايه اللي هي اليوم الحد دي، يوم الحد دي اتكلم وشارك واسال يعني عايزك تبقى كده، يعني دي حاجه كده طالعه من تحت الارض بتتكلم كده، زي العفاريت. عارفين العفاريت؟ طيب. يبقى ده مين؟ دكاتره. انت فهمتوا هنعمل ايه؟ يبقى اول حاجه هنقرا الحال يا مسهل. نعمل ايه بعدها؟ هنطلع الديفيكالت مين؟ ديفيكالت ووردز، الكلمات الصعبه، ونعرف نحاول نعرف معناها كده. خلاص خلصنا دي. طب نشوف كده، يبقى اقرا بس، اقرا بقى كده، اقرا اول خطوه كده، كلاريفيكيشن اوف انكلير تيرمز اند كونسبت، يعني المفاهيم والمصطلحات اللي مش واضحه نعرفها. كلاريفيكيشن يعني توضيح المصطلحات، يعني بعد ما نقرا طبعا، بعد ما تحط عليها هاي مين هايلايت، او تحط تحتها سطر كده، خط كده تحت الكلمات انت مش عارفها وتحاولوا تعرفوها. يبقى الخطوه الاولى سهله ولا فيها مشكله؟ لا سهله سهله. على فكره القراءه بصوت عالي، يعني القراءه مش سايلنت، يعني القراءه انت بتقرا كده بتقراها لزمايلك كلهم بيسمعوا، هم بيسمعوك كلهم، يعني القراءه مسموعه، قراءه مش صامته، انت بتقرا وكله بيسمعك. ولو الدكتور ممكن يتدخل لو انت قريت كلمه غلط، ما مسموح يعني، انت ما انت لسه المصطلحات الطبيه تعرفها منين لسه؟ فممكن لو قريت كلمه غلط الدكتور ممكن يصلحها لك على فكره، يعني مش مشكله خالص، يتدخل ويصلحها لك. نطق بس، نطق الكلمه struggling مش عارف ايه كده، يعني دي باكين، يعني ممكن هو يتدخل ويصلح لك النطق بتاع الكلمه اللي انت لو قريتها غلط، وده عادي خالص وكلنا اتعلمنا كده يعني. طيب اي حاجه في استفسار في الاولانيه؟ خطوه الاولى. سؤال يا دكتور. ايه؟ لا واضحه. الحمد لله. يبقى سهله خالص، يبقى سهله خالص. انا هسالكم بعد كده هنقي اسم من الاسماء اللي حاضره معايا دي واقول كذا. يبقى اول خطوه ايه تاني؟ هنقرا وبعدين نطلع الكلمات مين؟ الصعبه. نحط على الخط او نعمل هايلايت عليها. طيب دي الخطوه الاولى خلصنا منها. الخطوه الثانيه بقى، الخطوة الثانية define the problem. define the problem يعني ايه define the problem؟ ارجع كده، تحدد المشكلة يا دكتور. نعم، تحدد المشكلة. ايوه، تحدد المشكلة، يعني تحط الكلام ده عنوان من الاخر كده، عنوان طبي يعني ده مرض ايه؟ نتكلم فيه ده مرض ايه مثلا يعني؟ لو قلت لكم انت، لو انت يعني شوف اهو تحت مكتوب اهو ارنولد خياري مالفورميشن. طيب مش هو ده، هو ده مثلا اسم المرض اهو موجود في الحاله اهو، يعني انت لما تقراها ممكن تستنتج اسم الحاله من كلمه موجوده في الحاله نفسها، اتشخصت في الحاله مش عارف الكلام ده، يعني دي ذكرها، تقوم تقول هو ده مين؟ يبقى ده مين ده؟ يبقى دي الحاله، يبقى الحاله اسمها، يبقى هتجيب الفينومينا، هتتعرف على الطائر، تديها عنوان، ادي عنوان اللي هو المين فينومينا بتاعت الحاله دي، الحاله دي بتتكلم عن ايه؟ يبقى هديها عنوان، بص كده، والعنوان هيتحط هنا يعني على السبوره بقى، خلي بالك خلي بالك عشان السكرايب هيبدا شغله هنا. السكرايب ده اللي هو مين؟ سكرتير، سكرتير مش رئيس جلسه، مش رئيس جلسه وفي سكرتير، مش رئيس جلسه وسكرتير، السكرتير هيطلع على السبوره، هيطلع على السبوره وهيمسك القلم وهيعمل في نص السبوره الدايره دي، نص السبوره يعمل الدايره دي ويكتب في النص هنا اللي هو اسم الايه؟ اسم الحاله بقى، العنوان بتاع الحاله اللي انت اخترته. طيب نيجي في عنوان الحاله واختيار عنوان الحاله. افرض الكلام ده طبعا انتوا اللي هتختاروه، يعني الطلبه اللي هيقولوا اقتراحات، افرض انتم اقترحتم اكثر من عنوان. واحد قال عنوان مثلا هقول اي حاجه، هايبوكسيا، واحد قال اسكيميا، واحد قال مايوكاردال انفاركشن، واحد قال برونكال ازمه. يعني يوم السكرايب ملوش دعوه، السكرايب يكتب ما يثار في الجلسه. يكتب على السبوره
العنوان انت قلت ايه يا ابني، فخلاص ماشي، ويكتب واحد اقترح عنوان ثاني يكتب، واحد اقترح عنوان ثاني يكتب، واحد اقترح عنوان ثاني يكتب. جميل. يعني عندي اربع عناوين لحاله واحده، خلي بالك يا ابني وركز، عندي اربع عناوين. ما ينفعش يعني احرم حد من رايه، اللي رايه يقوله مفيش مشكله خالص يعني. بعد كده بعد ما تحطنا الاربع عناوين كده، ممكن ايه رئيس الجلسه يعمل ازاي؟ طب ممكن نعمل فوتنج يا جماعه، تصويت على الاربع عناوين دول، عايزين نختار واحد او اثنين على الاقل يعني. يعني بلاش الاربعه كتير دول، كتير قوي الاربعه دول. رئيس الجلسه يبقى نختار عنوان او كام او اثنين بالكتير، ونسيبهم لغايه اخر الجلسه ما نشوف هنستقر على ايه. يوم يعمل فوتنج، تصويت، مين موافق على العنوان الاولاني، ويشوف عدد زمايله اللي هيوافق، مين موافق على العنوان الثاني، مين على الثالث، مين على الرابع، ونصفيهم على عنوان او اثنين بالكتير. خلاص وصلنا المعلومه دي؟ ايوه دكتور. يبقى انا لا انا ما بحجمش حد يقول رايه، خلي بالك كل اللي عايز يقول عنوان يقوله، الطلبه احرار. اوعى حد يحجم حد، اوعى حد يقول لزميله لا هو كده غلط. اوعى اوعى حذاري، ان احترم راي زميلك، احترم راي زميلك. هو يقول خلاص السكرايب اللي على السبوره ده اللي سكرتير الجلسه هو يكتب اللي بيقولوه زمايله، ملوش دعوه يعني، ما يفرضش رايه على حد. هو زي ما انتوا قلتوا يا جماعه خلاص حاضر، يكتب دلوقتي اللي هو السكرتير بتاع الجلسه، يكتب على السبوره ما يثار في الجلسه. يبقى هنا هنكتب اسم الحاله هنا في النص هنا. وضحت الرؤيه ولا لسه؟ يعني هيعمل دايره كده، دايره على السبوره ويكتب فيها اسم الحاله. طيب ماشي، اللي انتوا بتختاروه هيتكتب على السبوره، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى احنا عملنا ايه تاني هنا؟ عملنا ايه؟ ها؟ ديفاين ذا مين؟ ذا بروبلم. زدنا المشكله. شوف بقى اللي بعدها كده، ايدنتيفاي سيجنيفيكانت كيوز اند ليست فينومينا. يعني ايه؟ فينومينا قلنا هو ده العنوان. العنوان اللي هو الفينومينا ده. امال ايه حكايه سيجنيفيكانت كيوز دي يعني؟ واحنا بنقرا الحاله كده، واحنا بنقرا الحاله نقراها، ممكن الاقي كلام ذو دلالة علمية. ما تجيبليش الكلام الأدبي، كلمات أنا عايز كلمات اللي هي الكيوز، الكلمات ذو الدلالة العلمية. بمعنى إيه بقى؟ أنت بتقول لي مثلا هل في الحالة ديت بعد ما قريتها، هل دي في هل تفرق ولد من بنت في الحالة دي؟ لو أنت شايفها تفرق يبقى اكتب نواف. نواف ده يبقى دلالة علمية، اللي هو ولد لأن في أمراض شائعة في الأولاد وفي أمراض شائعة في البنات، خلي بالكوا يعني. يبقى انا لو كتبت نواف يبقى انا عارف بكتب نواف ليه، يعني عشان هو ولد. خلاص. طب 15 سنه في امراض شائعه زي الحمى الروماتيزميه في القلب مثلا، شائعه في 15 سنه، اكتب ده، اكتب السن ده. يبقى ده دي اسمها دلاله علميه، دلاله علميه مش كلمات علميه، لا كلمات ذات دلاله علميه. لما اقرا اتعلم بقى، اشوف انا قلت لك نواف تفيدني في ايه، ولد ولا بنت اهو، يبقى ده ولد، يبقى الحاله دي نواف. يا دكتور نعم نواف يا دكتور، نواف نوف. نوف دي بنت، سوري. ماشي، نوف دي مين؟ بنت. يبقى ده بنت، يبقى ذو دلالات علمية، بنت. خلاص. لو قال لي نواف يبقى ايه؟ يبقى ولد. وهكذا ولد. يبقى وهكذا يبقى نواف يبقى عرفنا ان هو ولد. يبقى ده يهمني، يهمني انا في زي ما قلت لكم مثلا في البنات شائع امراض اسمها المايسينيا جريفز، مرض وهن العضلات، شائع امراض سيستميك لوبس اريثماتوزس، مرض الذئبة الحمراء، شائع امراض الروماتويد ارثرايتس والروماتيك فيفر والحمى الروماتيزميه في القلب، شائع في البنات اكتر من الاولاد. فانا لما اعرف ان ده بنت بعرف ان انا متوقع بقى ده بنت، متوقع الامراض اللي ممكن هنا اللي هنا في ذهني كطبيب يعني. قصدي في ذهني كطبيب. 15 سنه في امراض شائعه في السن ده، يبقى اكتب انا على السبوره دي الكلمات. السكرايب هيعمل ايه بقى؟ السكرايب هيعمل ايه؟ بيجي على جنب، هو كتب في النص هنا مين؟ كتب في نص السبوره مين؟ عنوان ايه؟ الحالة. يوم يجي على الجنب كده، على الجنب كده في الحته البيضاء بتاع السبوره اهو، ويكتب الكيوز اللي هي الكلمات اللي هي ذات دلاله علميه. يكتب رقم واحد، رقم واحد نوف، رقم اثنين 15 years يعني 15 سنه. يبقى احنا اللي احنا خدناه دي اسمها الكلمات ذات دلاله. وبعدين امشي كده امشي كده امشي كده، فاميلي فيزيشن مورنينج كلينيك، فيزيشن مورنينج كلينيك، يبقى اكتب نمره ثلاثه فيزيشن مورنينج كلينيك، يبقى راح العياده عشان نعرف هيعمل ايه في العياده يعني. هير ماذر told her that she may be pregnant. يبقى ممكن اكتب ايه؟ بص اكتب اهو mother pregnant، mother نقطه pregnant، ما اكتبش الجمله على بعضها كده يعني، عرفت ان mother pregnant خلاص بالك يعني. انت فاهم قصدي؟ يبقى انتوا فاهمين الكلام، ما اكتبش الجمله كامله كده يعني. الكيو يعني كلمات، كلمات هنا بتتكتب ذو دلاله علميه بس، كلمات كده افهم منها اي حاجه. mother pregnant، spina bifida
سباينابي دي هي بس اللي بتاع ده مش مكتوبه صح الحقيقه في الحقيقه. المهم دي سباينابي تقوم تكتب رقم مش عارف 4 هنا في الجنب سباينابي في ده مرض على فكره في العمود الفقري. يبقى ده ايه؟ يبقى ده سباينا مين؟ سباينا بيفيدا. انتوا فهمتوا انا هطلع البتاع ازاي؟ يعني امشي كده نمشي في الحاله. طب برضو مين اللي هيعمل كده؟ اللي تشير هيبتدي هيمشي كده على يمينه كده بالطالب، طالب كده يقول له يا فلان يا نواف يا نواف مش عارف ايه، اكتب كده دلوقتي ايه، شوف لي السطر الاولاني فيه كيوز ولا ما فيهوش. يقوم يقول له مثلا فيزيشن، ماشي اكتب فيزيشن يا محمد ده السكرايب، اكتب على السبوره في فيزيشن. ويتاكد التشير ان اتكتب على السبوره، لازم يتابع كل حاجه للتشير اتكتب على السبوره الكلمه اللي اتقالت. مثلا على سبيل المثال عايز اهو الكلمه دي باكين، واحد قال الكلمه ديت برضو شكلها كده ذات علميه، اه الدباكين ده اكتب يا حبيبي على السبوره كلمه دباكين. دباكين ده مرض بتاع الصرع يا جماعه، مرض الدواء سوري العلاج بتاع الصرع، العلاج اللي هو الدواء بتاع الصرع هو اسمه دباكين. يعني شوف الكلمات، بس مش هكتب بقى، ماليش دعوه بالكلام الادبي، ماليش دعوه بالكلام الادبي، الكلام الادبي ما اكتبوش يعني، هي مش يعني لكن ديفورسد دي اكتبها، ديفورسد دي يعني واحده مطلقه ولا الراجل مطلق اهو خلاص. يبقى ده ايه؟ يعني كلمه مطلق او مطلقه دي تفيدني في حاجات الحاله النفسيه للمريض، لان دي سؤال مهم في اي حاله، الحاله النفسيه للمريض اللي هتاخدوها ان شاء الله خلاص. فالحاله النفسيه لمين؟ للمريض. ديفورس يعني حد مطلق او مطلقه، يبقى حالتها النفسيه مش اكيد طبيعيه، هتبقى طبيعيه ازاي؟ المهم يعني انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا دي اللي اقصده، يعني اللي اقصده ان انتوا تدوروا على الكلمات اورال كونتراسيبتيف بيلز، تحط تحتها خط الحبوب منع الحمل، الحمل الحمل دي اكتبها يا محمد، يلا اكتبها هنا في الكيوز او في الكلمات اللي هي ذات الدلاله العلميه اللي هي الكيوز، اكتبها اورال كونتراسيبتيف بيلز. لان انا بكتبها ليه؟ بكتبها عشان مثلا ممكن يكون الحاله ديت اثر جانبي للاورال كونتراسيبتيف الحبوب منع الحمل، يعني يكون الحاله نفسها المشكله المرضيه اللي عندي تكون اثر جانبي لتناول الست دي حبوب منع الحمل، يعني يكون تصلب شرايين، يكون ضغط مرتفع، يكون جالها سكر، يكون جالها سرطان لا قدر الله. يعني المهم ان كل كلمه حاسس ان هي ذات دلاله علميه اكتبها خلاص. لكن ما يجيش واحد يقول لي مثلا بتاع ده قول معايا توك ايه يا ابني، يعني توك ايه؟ بس انا عايز كلمه اطلع منها بموضوع، يعني كلمه اطلع منها بموضوع. انت فهمت قصدي؟ فهمت يعني ايه كلمات ذات دلاله علميه؟ ايوه احنا هنعمل عنوان الحاله وبعدين الطلبه طالب كده هياخد سطر وكل طالب هيقول الكلمه الكيوز اللي هي لو ما لقيناش خلاص، يعني في سطر ما فيش فيه خلاص عدى على السطر اللي بعده وهكذا، واكتبوا الكلمات اللي هي ذات دلاله علميه. جميل، دي الخطوه الثانيه عرفنا المشكله وطلعنا الكلمات ذات دلاله علميه وحطيناها على الجنب في السبوره كده ورقمناها في كلمات، نشوف اللي بعدها. هنا اقرا كده معايا، ديسايد اون ذا مين بروبلم ذات نيد تو بي سولفد تراي تو بي فوكسد. يعني احنا على الوقت حددنا المين بروبلم او البروبلم، مش انا قلت لكم اختاروا عنوان او عنوانين للحاله، هي البروبلم ايه، وعشان انت بعد كده حاول تركز بقى على البروبلم دي اللي انت اخترتها. العنوان ده لازم كل اللي هتختاره بعد كده يلف حول العنوان ده، يعني اي حاجه هنكتبها ان شاء الله في الحلقه يبقى حوالين العنوان اللي احنا اخترناه، مش العنوان في ناحيه واحنا بنتكلم في ناحيه ثانيه، يعني العنوان يكون مطابق للمشكله. طيب الخطوه الثالثه، انا قلت البرين ستورمنج بيبدا من المرحله الاولى هنا، وانت بتقرا الحاله وانت بتطلع العنوان بتاعها وانت بتشوف الكلمات الصعبه وانت بتطلع الكيوز الكلمات ذات الدلاله العلميه وهكذا. انت بتعمل ايه بقى بعد المرحله الثالثه دي؟ بتعمل ايه؟ بتمشي انت كتبت في الجنب كده، كتبت في الجنب الكلمات ذات الدلاله العلميه اللي حاسس ان لها مهمه في الحاله بتاعتنا وهنطلع منها بمواضيع، مش كتبتها في الجنب اللي هو السكرايب كتبها على السبوره ايه الكلمات، تقوم تبص للكلمات كده. ركز معايا عشان دي خطوه مهمه، دي خطوه البرينستورم، دي خطوه اهم خطوه في الحال. الكلمات اللي اتكتبت على السبوره دي هل في علاقه بينها وبين بعضيها؟ يعني انا لما يكون مكتوب مثلا نقول على سبيل المثال كده كلام عام، يعني فيميل يعني واحده ست، فيميل ست، بعدين هاز فايف تشيلدرن يعني الكلمه الثانيه عندها 5 اطفال، ركز، وهي بتشتغل الجوب بتاعتها دكتور، شغال دكتوره، هما دول لهم علاقه ببعضهم؟ يعني كونها فيميل وعندها 3 اولاد
ودكتورة، هل دول لهم علاقة ببعض الكلام ده؟ ايه رأيكم؟ يعني ممكن اجمعهم في بعض كده، اجمعهم في بعض واحطهم في دايرة حوالين العنوان. يعني احنا هنعمل دوائر حوالين العنوان، العنوان اهو هنعمل دوائر حواليه كده، دوائر حواليه. ممكن احط الثلاث كلمات دول مع بعض في دايرة هنا كده، ايه رأيكم؟ نحطهم تحت عنوان ايه؟ يعني ده يعني تطلع منه بايه المعلومة دي؟ واحدة ست وعندها خمس اطفال وبتشتغل دكتورة، ها؟ الحالة الجسدية والنفسية ممكن. أيوة الحالة الاجتماعية دكتور. ايوه الحالة الاجتماعية هي دلوقتي هي حالتها الاجتماعية، ست مريحة ولا مجهدة؟ مجهدة. مجهدة. يبقى دول كلهم ده ينم ان هي في حالة ستريس، في حالة اجهاد ذهني وجسماني. يعني عندها خمس اطفال وبتشتغل دكتورة وفي ميل، يا كان الله في عونها يعني. خد بالك، دول تحط دول في حتة في مربع لوحدهم كده، في دايرة لوحدهم كده، تكتب كده في ميل اللي هو هناخدهم من اللي احنا كاتبينهم على الجنب. انا هنحطها بقى في جروب لوحدها، في مجموعه لوحدها. هنقول فيميل هاز فايف تشيلدرن واكت از مين، ادكتور، يبقى شركه دكتوره. يبقى انا عندي ثلاثه، هم ثلاثه احطهم في دايره لوحديهم، يبقى دول طلعت منهم بمعلومه ان الست دي ستريسد. يعني ستريس يعني ايه؟ يعني ممكن يجي لها ضغط، ممكن يجي لها سكر لا قدر الله، تتنرفز، تتجنن، الله اعلم بقى من اللي هيحصل لها. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى ده احطهم في مجموعه كده واعرف ان في مشكله هتحصل هنا. خلاص؟ طيب حطيناها هنا، وبعدين لقينا بعديها كده، خلي بالك ركز معايا. وبعدين في لقينا في الحاله كانت كاتب ايه؟ ان الست دي عملت تحاليل، عملت تحليل سكر، وعملت تحليل دهون، وعملت تحليل مش عارف يعني البتاع ده الانزيمات في بتاعه الكبد، وتحليل وظائف الكلى، ومش عارف ايه. هو مجمع التحاليل كلها في مربع ثاني، مش دول تحاليل كلهم ينتموا للتحاليل؟ يعني فحوصات، عملت فحوصات للكبد وفحوصات للقلب وفحوصات مش عارف، هم جمع الفحوصات النماذج بتاعتها في الكلمات اللي كانت موجوده دي، احطهم في مجموعه لوحدهم كمان. يبقى فهمتهم انا بقى الحاجات المتشابهه في الكيوز، في الكلمات ذات الدلاله العلميه، الحاجات اللي شبه بعضيها او مجمعها في مجموعه كده، مجموعات اهو، او ملمهم في مجموعات. يعني انتوا الامراض عندنا مثلا، الامراض هتلاقي في حاجه تاريخ المرض للمريض، يقول لك المريض كان عنده من سنتين كذا وكان مش عارف ايه، يبقى تحطهم مع بعض كده اللي هو تاريخ المرض الهيستوري، بنسميه الهيستوري، ميديكال هيستوري بتاع المريض، حطه هنا كان عنده. وبعدين هو حاليا بيشتكي من كده، عنده كحه وعنده حراره وعنده مش عارف حمى وعنده مش عارف ايه، تقوم تحطهم هنا بقى الشكوى الحاليه، تحطهم هنا اسمها الكلينيكال بيكتشر او اسمها المانيفستيشنز، الاعراض بتاعت العيان، تقوم تحطها هنا في مجموعه ثانيه. بعد كده قال لك عملوا له فحوصات، خلي بالك عملوا فحوصات كذا، عملوا اكس راي اشعه، وعملوا تحليل على الكلى وتحليل على الكبد، تقوم تحط التحاليل كلها الانفستيجيشن يعني الفحوصات في مجموعه لوحدها. يعني تجمع الكلمات ذات الدلاله العلميه اللي شبه بعض في مجموعه لوحدهم، تقعد تجمع مجموعات كده. طيب وبعدين قال لك ان هو عالجوه بالادويه الفلانيه، ادوا له دواء كذا ودواء ودواء ودواء، وعالجوا حالته النفسيه بكذا، العلاج النفسي ومش عارف ايه، دكاتره نفسيين ومش عارف ايه. يبقى انت فهمت؟ تجمع المجموعات، المجموعات اللي هي حوالين ده المين ايديا، دي الاسم الرئيسي، ودول مين؟ دول مين؟ دول الحاجات اللي بتلف حوالين الموضوع، العنوان ده اهو، يعني التاريخ المرضي للعنوان ده، والتشخيص للاعراض للعيان بتاع ده، والفحوصات لده، والعلاج لده، يعني ده الرئيسي بتاعنا. فالمهم ان انت هتجمع في الاخر كده. طب وبعد ما اجمع في الاخر اعمل ايه بقى؟ اربط، شوف اربط المجموعه دي باللي بعدها، هل لهم علاقه ببعض؟ يعني هل التاريخ المرضي للعيان ده بيقول لك كان، شوف خلي بالك، كان عنده سكر، كان عنده سكر، يعني ده تاريخ مرضي، كان عنده دواء مرض السكري. دلوقتي ان هو عنده ضغط مرتفع في الاعراض. الله، في علاقة بين السكر والضغط المرتفع؟ في علاقة. في علاقة. السكر يؤدي للضغط، والضغط ممكن يعمل سكر على فكرة، يعني من مش مشكلة، بنسميه الميتابوليك سندروم، مشكلة معقدة. طب هنا بقول لك كانت الست مثلا وزنها كبير، عندها مثلا يعني وزنها عالي، اوبيز يعني سمينة. وعن هنا قال لك جالها أعراض السكر. هل علاقة بين السمنة والسكر؟ يعني هي كان وزنها كبير، وبعدين هي عندها سكر دلوقتي، هل علاقة بين مرض السكري والسمنة؟ في علاقة، يعني لفهمها تربط بين المجموعات اللي انت عاملها دي، مش عملت مجموعات اهو، حاجات متشابهة، اربط بقى بين المجموعة دي ودي، المجموعة دي ودي، المجموعة دي ودي، مجموعات كلها وبعضها. وبعدين ممكن مجموعة من دي تبقى ترتبط مع مجموعة من هنا، دي مع دي، أو دي مع دي، شوف كده إيه يعني، عايزك ده بنسميه البرين ستورمنج، العصف الذهني للحالة، وتشوف العلاقات اللي بينهم وبين بعضيهم. وبعدين كلهم ببعض، كلهم كده، وتربطهم بمين؟ تربط دي بالعنوان الرئيسي ودي بالعنوان الرئيسي. يبقى لما اكتب هنا causes
اسباب مثلا البرونكال ازمه، ربو الشعب، ضربوا الشعب، الحاله بتاعتنا ربو الشعب، يبقى ده هنا الكوزز، يبقى ده الكوزز بتاعت الربو الشعب. اما اقول لك هنا المانيفيستيشن، يبقى دي الاعراض بتاعت الربو الشعب بتاع البرونكال ازم، دي مش دي حساسيه الصدر يعني، هنا العلاج بتاعت البرونكال ازم، وهكذا يعني. يبقى الدنيا مش منفصله عن بعضها، تربط كل حاجه. وبعد ما تخلص القصه دي الربط، انت هنا كتبت مثلا اسباب حساسيه الصدر والحاله الاساسيه حساسيه الصدر، تقوم تاخد سهم من هنا، بص سهم وتجيبه توديك السهم كده اهو، سهم، يبقى ده اسباب حساسيه الصدر تربطهم اهو. وبعد طب ده ايه اعراض، اعراض مين حساسيه الصدر، يبقى ده تقوم اهو سهم وتروح هنا كده. طيب خلي بالك بقى، ممكن اعمل سهم بالعكس هنا، الكومبليكيشنز مثلا المضاعفات، مثلا هتطلع مضاعفات لحساسيه الصدر، تقوم تاخد السهم هنا حساسيه هي اللي تؤدي الى هذه المضاعفات، يبقى السهم اتجاهه كده، يبقى حساسيه الصدر تؤدي الى المضاعفات، يبقى ده اتجاه السهم يبقى بالمنظر ده. يبقى على حسب فهم ده اسمه البرين ستورمنج. بعد ما نستقر على البرين ستورمنج اهو، خلصناها الخطوه دي وعملنا اللي بعديها كمان اهو، انت بتقول لك اقترح نظري العنوان الهدى الهيبوثيسيس ديت اللي هي العلاقات بينها وبين بعضيها، اللي اربط اللي بعضيها، افتح ديسكشن، ده المناقشه اللي احنا قلناها، اربط ده بده واربط ده بده، واي ذا بروبلم تو بليس اند تراي تو فايند، حاول يعني ده الميكانيزمات الاليات، ليه بتاع السمنه يعني، قلت لك ليه بتاع، ليه بتاع اللي عنده سمنه جاله سكر، حاول تجد تفسير. مش عايز، ما لقيتش تفسير في اليوم الاحد، هتلاقيه على مدى الاسبوع الدكاتره هيقولوا في المحاضرات. طب ليه مريض السمنه جاله ضغط مرتفع، طب ايه تفسيره يعني، هو ده الاكسبلينيشن، تفسير اللي هتدور عليه على مدى الاسبوع يعني. يعني الربط ده انت مش مطلوب منك تجاوب في يوم الاحد، انت مطلوب منك تكتشف، مشاكل، ليه يا دكتور ده بيؤدي الى ده، هنعرفه ان شاء الله على مدى الاسبوع في المحاضرات، هيقولوه كلام من ده. يبقى انت تركز على ما يثار من غموض اثناء الحاله، وبعد كده هتلاقي الدكاتره وهتلاقي المصادر كلها بتقول لك، هتيجي في اخر الاسبوع هتلاقي عرفت كل حاجه، اللي كان غامض يوم الاحد هتلاقيه بقى واضح جدا بعد كده. ده اللي انا قلته. نعم ثواني عشان الخطوتين دول مرتبطين ببعض. الخطوه دي هي اللي احنا عملناها الوقت اللي بنسميها الكونسبت ماب، يعني انت حطيت المين اي دي هنا في النص، وحطيت حولها المجموعات بتاعتها، وربطت كل بتاع باللي جنبيها، وربطت كل حاله باللي جنبيها، وربطتها بالحاله الرئيسيه. الربط ده بنسميه تنتيتيف كونكلوجن، دي الكونسبت ماب او خريطه المفاهيم. اتفضل يا دكتور. دام فضلك. بس يا دكتور ابغى اركز في حاجه، انه المشكله مع الايام مع المحاضرات حتبان لنا، ولا لازم نطلع المشكله مثلا الاحد والاثنين؟ لا، مع المحاضرات هتبان لكم الحل بتاعها مش المشكله، يعني حيكون الحل مع المحاضرات. مع المحاضرات هتتحل ان شاء الله، يعني بقول لك هتيجي على يوم الخميس تكون عارف كل حاجه. تمام، شكرا. عفوا تؤمن. يبقى انتوا فهمتوا يا جماعه؟ هراجع تاني بسرعه، خلي بالكم هراجع تاني بسرعه. ها هنقرا ايه؟ راجعوا معايا خطوه خطوه بالترتيب هنقرا الحاله ونطلع الكلمات الصعبه، وبعدين نعمل ايه؟ نطلع العنوان، نحدد المشكله، العنوان اللي هو البروبلم نفسها، العنوان، وبعدين نطلع الكلمات زي الدلاله العلميه نحطها على السبوره في الجنب، الدكتور هيكتبها، وبعد كده نعمل برين ستورمنج. اللي خطوتين دول تعملوهم مع بعض، يعني ايه؟ تجمعوا بقى ايه؟ انت كتبت الكيوز تجمع الكلمات، الكلمات اللي لهم علاقه ببعضهم حطهم في مجموعه لوحدها، واديهم عنوان، شوف عنوانهم بايه. يعني انت مثلا لما قلت ان الست عندها ست وبعدين عندها خمس اطفال، اكتب هنا ستريس مثلا، ستريس يعني اجهاد، واكتب تحتها الكلام ده، يعني فهمتني؟ بس انت ما تغيرش، الكلام اللي هنا، يعني في كلام مكتوب هنا هو اللي يتنقل هنا بالظبط، ما تجيبش معنى مرادف، يعني ما تجيبش مرادفات للمعاني، تلتزم بالكلمه الكيوز، ما تقولش لها مرادفات، كلمه هي هي تنقلها زي ما هي. المهم، وبعدين تربط ايه؟ تربط المجموعات ببعضيها، الخطوتين دول مع بعض، تربط المجموعات ببعضيها وتربطهم بمين؟ بالعنوان الرئيسي، ايه اللي يؤدي ده الى ده؟ وايه اللي ادى الى ده؟ طب الحاله لما حصل كده حصل ايه؟ حصل مضاعفات، هي دي المضاعفات، واسهم راحه جايه بقى، اسهم كده واسهم كده، يعني عايز ربط في الحاله مع الشرح بقى، وانتم بتفهموا كده تتناقشوا بعض. تقعدوا كده، الله ايه اللي يؤدي ده الى ده؟ دكتور معلش، عيان عنده، نفترض ان الحاله بادئه، خلي بالك الحاله بادئه بواحد عنده 70 سنه. يعني السن 70 سنه وميل، وبيشتغل دكتور برضه 70 سنه وميل ودكتور، يبقى لازم يجي له ضغط، هتلاقي هنا ايه؟
اعراض الهايبرتنشن اعراض الضغط، يبقى ده هو يؤدي لده، تعمل سهم كده بدا يؤدي لده، يبقى السهم يجي تعرض، يبقى ده العيان يبقى الاخ بالمواصفات دي لازم يجيله ضغط مرتفع، يبقى مش السهم العكس، مش الضغط اللي عمل بقى، مش اللي عمل 65 سنه، لا 65 سنه وراجل ودكتور هو اللي جاب له الضغط. خلاص فهمتم الاسهم؟ عايز الاسهم بقى تدل على اللي انتم فاهمين. طيب خلصنا الخطوه دي. نعم الحين بالنسبه للبروبلم اللي راح القى، هل في عدم حد مثلا بروبلم اللي علي صوتك يا دكتور، علي صوتك يا دكتور، المشاكل اللي راح القاها في الحاله، هل مثلا في عدد معين اذا نقصته يعني الدكتور حيقول لي هنا في بروبلم انت ما عرفتها او ما عرفتوه انتم كمجموعه، ولا خلاص خليني انا اكمل؟ لا يخليك تكمل، ما يعني يقول لي انه هنا انتوا هتطلعوا، مش احنا قلنا هتقترحوا البروبلم، هتقترحوها وهتكتبوها في النص كده، هتقترحوها وقلنا هنعمل فوتنج وتصويت وكده يعني. ايوه هم دكتور هيسيبكم لغايه الاخر خالص، مش هيتكلم معاكم في حاجه، هيسيبكم هو. انت انا جبت سيره الدكتور دلوقتي، انا وانا بتكلم جبت سيره الدكتور واحنا بنعمل الخطوات دي، ما جبتش سيرته؟ لا خالص. لا ما جبت. اه بقول لك اهو عشان تفهم بس ان الدكتور هنا دوره يعني هو بيسيبكم كده وبعدين، ومش معنى ان هو سايبكم ان انتوا صح مثلا او غلط، لا هو بيسيبكم لغايه الاخر وبعدين يقول الكومنت بتاعه. خلاص؟ ايوه يا خلاص يعطيك العافيه. يعني انتوا بيسيبكم عادي خالص، وعن احنا هو مش هيسيبكم الا لما يحطكم على الطريق الصحيح، تاكد من هذا يعني، الدكتور هيحطكم على الطريق الصحيح قبل نهايه الجلسه. يعني لو في حاجه كده هيرجعكم تاني، بس انتوا بيسيبكم وتفرج بس، يعني ما هو قاعد كده ملاحظ للجلسه، لان الحاجات دي كلها عليها درجات. يعني كون الطالب يكتب على السبوره، وكون الطالب يقول لزميله اكتب كذا، وكون في مشاركه، هو اساسا مبني على الكوميونيكيشن بين الطلبه. يعني تيم وورك، البي بي ال تيم وورك. يعني عمل جماعي مش عمل فردي، مش الطالب لوحده بيشتغل، هو وزميله وهو الناس كلها، والدكتور في الاخر بيبقى يندمج معاهم وكده يعني. طيب دكتور معلش عندي سؤال ما قطعك. تفضل دكتور. هل كل مجموعه لها سبوره خاصه فيها ولا؟ اه كل مجموعه لها سبوره خاصه بيها ولها دكتور خاص بيها ولها غرفه خاصه بيها. خلاص يعطيك العافيه. انتوا عرفتوا بقى الكونسبت ماب، خريطة المفاهيم هنطلعها زي قلنا، بنربط اهو، نربط الكلمات ببعضيها ونربط الجروبز ببعضيها، يعني ده المين بروبلم. هشوف الاسهم، تقوم هنا انا عملت ده يؤدي الى الحاله دي، وده شوف ممكن ده يؤدي الى ده وده يؤدي الى ده، وفي علاقه بينهم، في علاقه بين ده وده هي. شوف بقى تربط العلاقات دي عن طريق اسهم كده، يعني تحط الحاله في النص وحواليها زي ما انت شايف هي دواير وحاجات اهوت كلها مرتبطه بالحاله دي. واضح الكلام يا دكاتره؟ ممكن حاجه من اللي انت مطلعها من جروب تؤدي الى مجموعه من جروب ثانيين. زي ما قلت مثلا ان عيان عنده هيستوري، يعني عنده مثلا ضغط مرتفع، عنده بتاع ده راجل عنده تصلب شرايين وهنا في ضغط، يبقى تصلب الشرايين يؤدي للضغط المرتفع اهو، تعمل السهم كده. يعني انت طلعت ضغط عند العيان وعنده هنا تصلب شرايين، يبقى تصلب الشرايين ده يؤدي للضغط المرتفع مثلا. يعني كده وصلت الرساله ولا لسه؟ ده اسمها الكونسبت ماب، خريطه مفاهيم اخر انتوا بتعملوها، وليس شوف ملهاش قاعده ولا قانون، يعني كل مجموعه هي حره في نفسها، مش لازم كل المجموعات تعمل نفس الكونسبت ماب ولا نفس البتاع. انتم ممكن بس المهم في الاخر تطلعوا لي مين؟ تطلعوا لي الاجندات، الاجندات دي اللي هي الاسئله، ما فيش حد يبقى يقع منه سؤال بس، لكن اطلع اعمل اللي انت عايز تعمله بطريقتكم الخاصه، كل مجموعه هي حره في نفسها في طريقه الاداء. اللي على فكره الحاله عشان تبقوا في الصوره، الحاله بيبقى لها اوبجيكتيفز، لها اهداف. يعني عايز انا من الطالب يكون عارف كذا وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا في الحاله دي، انا كدكتور يعني، انا كدكتور عايز الطالب يخرج من الجلسه دي عارف كذا وعارف كذا وعارف كذا. دول ببقى انا الدكتور اللي معاك في الجلسه ببقى ده في دماغه، وانتوا شغالين وانتوا بتطلعوا الحاجات دي. اه هو كويس جميل، لكن في افرض في اوبجكتيفز معين او في هدف معين من الحاله انتوا ما قدرتوش تطلعوه، هو ممكن يوصلكم ليه بس هو مش هيقول لك مباشره، يقول لك ايه رايكم في الكيو ده، يعني في الكلمه دي، ما تخليناش نفكر في حاجه. يوم واحد اه دكتور ممكن نفكر في كذا، ايوه جميل، طب ممكن نفكر في حاجه ثانيه، ممكن نفكر في حاجه ثانيه. هو ده الجايد بقى، هو ده المرشد الدكتور، في حاجه لو ناقصه مش هيسيبكم كده، هيقول لك اه يا ابني طب ممكن ده يعمل، ممكن ده كده. اه لما يطمن ان اللي في دماغه فول فيلد، يعني اللي في دماغه خلاص بقى ساتيسفايد، بقى مرضي يعني راضي عن الاداء بتاعكم، وانتوا توصلتوا لكل المعلومات المفروض نعرفها خلاص، يعني اللي دار في ذهنكم من تساؤلات هو ده اللي عايزه خلاص،
انتم مش مطلوب منكم تجاوبوا الوقت اي حاجه، لكن تتساءلوا، تطرح مواضيع غامضه وعايزين يجي حل ليها وهكذا ليوم الحد. وانت بتفكر بقى في الاسئله، يعني انت المفروض بعد كده عملت الكونسبت مان، بعد كده هيطلب التشير من حضراتكم بقى كلكم، السكرايب هيقعد بقى، فهيطلب التشير يا جماعه بقى عايزين نعمل اسئله على الحاله اللي احنا طلعناها دي، نعمل نكتب اسئله عشان الاسئله ديت هي اللي هنذاكرها، دي اسمها الاجنده بقى، دي الاجنده بتاعت الحال، دي الاسئله اللي هنذاكرها وهي دي اللي هتيجي في الامتحان. هتيجي فين؟ دي هنمتحن فيها الاسئله ديت واجاباتها دي هنمتحنوا فيها. يبقى عايزين نطلع اسئله على الحاله اللي احنا امتحناها دي. يعني مثلا كانت حاله مثلا برونكيال ازمه ربو شعر، يبقى ممكن واحد يقول يا دكتور اه ممكن اقول سؤال، قول يا سيدي كوزز اوف برونكيال ازمه، جميل يا ابني اسباب برونكيال ازمه، وات از ذا كوزز اوف برونكيال ازمه، وات ار ذا كوزز اوف برونكيال ازمه. يبقى فهمت؟ يبقى هيكتب ده اول سؤال، يبقى السؤال الاولاني وات ار ذا كوزز اوف برونكيال ازمه. طب واحد ثاني يقول يا ممكن اقول سؤال يا دكتور، قول يا حبيبي وات ار ذا بريديسبوزنج فاكتور فور برونكيال ازمه، يعني ايه بريديسبوزنج فاكتور؟ يعني العوامل التي تؤدي الى حدوث البرونكيال ازمه، العوامل التي تؤدي مش الاسباب المباشره، بريديسبوزنج دي يعني العوامل التي تؤدي، يعني مثلا موسم الصيف، موسم الشتاء، موسم مش عارف ايه، ده يؤدي الى حدوث الازمه او الربو الشعر. المهم او موسم الربيع كده يعني. فالمهم واحد ثاني يقول ايه؟ ممكن اقول سؤال يقول يا حبيبي كومبليكيشن وات ار ذا كومبليكيشنز اوف برونكال ازم، لازم صيغه السؤال يا جماعه، لازم تكتب صيغه السؤال وات ار واي هاو كده يعني، ويتش يعني لازم تقول صيغه السؤال. يبقى تقول واي، شوف مثلا يعني واحد يقول ايه؟ مثلا واي كف كحه يعني اوكي زي البرونكال ازم ماشي، وات از ميكانيزم اوف كف، وات از اليه الكف الكحه في البرونكو، ليه العين بتاع البرونكو ازمه بيكح مثلا يعني تفهم قصدي ايه؟ فهمت في قصدي؟ وهاتوا له اسئله، كل واحد يقترح سؤال بس لهم علاقه بالحاله اللي انتوا بتتكلموا فيها، يقعد يقول سؤال بقى وانت بتفكر في الاسئله عشان ما تتوهش. تفكر ازاي؟ اهو تفكر بالمفهوم ده. البني ادم، اي بني ادم فينا، وده يمكن هتناوله معاكم ان شاء الله في الفاونديشن في اول محاضره ان شاء الله معاكم، يعني في الفاونديشن في الاسبوع القادم يعني، هتناول معاكم حاجه زي كده يعني. البني ادم الكائن الحي بيبتدي من جزيئات صغيره، جزيئات مولكيولز، ثم تبقى في ديت تتكون خلايا، وفعلا الخلايا تكون انسجه، والانسجه تكون اعضاء كبد وكلى ومش عارف ايه وكبد، وعند تكون سيستم يعني ايه؟ يعني المعده مع الامعاء مع المريء يعمل الكلى مع الحالب مع المثانه البوليه يعمل الجهاز البولي وهكذا يعني، تعمل سيستم. طبعا السيستم ده يعني الاجهزه دي، الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي والجهاز الدوري والتنفسي ومش عارف ايه، كل الجهاز العصبي وكان يكون بني ادم انديفيدوال، والشخص ده ما هو الا جزء من عائله، والعائله ديت بتكون مجموعات من العائلات، والمجموعات بتاع العائلات ديت تعمل مجتمع، والمجتمع ده له كلتشر وله له له ثقافه. يبقى انت فهمت ده اللي انا هفكر فيه، يعني اللي هفكر فيه في الاسئله. هل السؤال على مستوى المولكيول؟ يعني ايه على مستوى المولكيول؟ افرض جاب لك سؤال، جاب لك في الحاله بيقول لك ايه؟ خلي بالك عشان يعني تعرف يعني ايه السؤال على مستوى المولكيول. قال لك الجلوكوز قيمته في الدم، قيمته في ايه؟ هو في الحاله كده قال لك كده مستوى الجلوكوز في الدم قيمته 600. هو الجلوكوز ده مولكيول ولا ايه؟ الجلوكوز ده ايه؟ مولكيول. مولكيول. مولكيول يعني الجلوكوز ده مولكيول وزي السكر. لما تجيب سؤال عليه ازاي بقى؟ تقول وات از ذا سيجنيفيكانس اوف هاي بلاد جلوكوز؟ يعني ايه اهميه زياده البلاد جلوكوز في الدم؟ ده مؤشر لايه؟ يبقى مرض السكر وهكذا، يبقى ما مؤشر مرض السكر بقى، وهتناقش المولكيول ده بيعمل ايه؟ يبقى انت هتطلع عشان ما تتوهش، يبقى انت بتطلع على اسئله يا ريت تستوفي الحاجات دي. يعني الخلايا انت عايز سؤال عن الممبرين مثلا، ممبرين تقول والله ايه حسب الحاله نفسها، الحاله في مش لازم كل حاله يبقى فيها الكلام ده كله، خلي بالكم. لكن الحاله لو ساعدتك، انت عندك مثلا الاكسجين بيتنقل من الرئه للدم، يبقى ده عبر غشيه الخلايا او غشيه الخلايا اللي هي الممبرين يعني. تقول وات از ذا ميكانيزم اوف ترانسبورت، وات از اليه النقل بتاع الاكسجين من الرئه لمين؟ الدم وهكذا، ده الممبرين. الخلايا والتشو، مجموعه الخلايا بتكون انسجه، يقوم يقول لك مثلا هنا الخليه ديت فيها انفلاميشن، فيها انفلاميشن، وتقول وات از ذا كوزز اوف انفلاميشن اوف ذيس سيلز، انفلاميشن يعني التهاب يعني. طب اورجانز وسيستم، تقول هنا بقى هنا اللي هو على فكره هنا برضه يعني ده سؤال يطلع في هنوفي هنا البايو كيمستري، الكيمياء الحيويه خاصه بالجزئيه ده.
ولما نسأل عن الخلايا نوع الخلايا ايه وشكل الخلايا ايه والكلام ده والأنسجة ده نوع ده الهيستولوجي علم الأنسجة اللي انت تدرسه برضو. الأورجانز والسيستم ده الأناتومي ده التشريح ده علم التشريح يا جماعة. يعني الأورجان والأناتومي يقول لك مات أين يقع العصب الفلاني في عصب أسير في الحالة تقول العصب ده جاي منين وراح فين. طب افرض جاب لك سيرة القلب في الحالة تقول what is the anatomy of the heart يعني ايه القيمة التشريح قول لي اشرح لي تشريح القلب ده تشريح الرئة مش عارف ايه وده الكلام ده بيدخل في المحاضرات طبعا يعني لما يجيب لك حاجة يبقى ده خاص مثلا بالبيوكيمستري والفيسيولوجي وده خاص بالهيستولوجي علم الأنسجة ده خاص بالتشريح عن صوان الانديفيدوال والشخص بقى على بعضه يعني الناحية الجسمانية هل عنده مرض مأثر على الجسم زي مرض السكر مرض السكر بيأثر على الجسم كله على كل السيستمز اللي في الانديفيدوال ده. طب الفاميليز احنا عندنا تخصص في الطب اسمه فاميلي ميديسين يعني طب العائلة طب لك هتعرف انت التفاصيل دي السوسايتي هل مثلا الراجل ده عنده مثلا شلل هيعوق حركته في المجتمع يبقى ده واحد يعني اعاقه وعندي حاله اعاقه في المجتمع ده محتاج بقى ده المجتمع ده يعني ده عباره عن عالة على المجتمع والمجتمع لابد ان يتكاتف ومش عارف هو هنحكي قصه بقى اسمها البي اس اس يعني البيهيفير والسوشيال ساينس هنحكي دور المجتمع في الناس المعاقين وازاي يساعدوهم وازاي مش عارف ايه ولو كلهم رعايه وكلام من هذا القبيل يعني الكلام لابد ان يتوفر فيه الكلام ده وانت تطلع يعني انت من غير ما تعرف الديسيبلين يعني من غير ما تعرف ان ده سؤال اناتومي او فيسيولوجي او مش يعني انت عندك جت سيره حاجه مثلا يقول لك مثلا الهاند اول ما جت سيره الهاند في الحاله او قلت تشريح الهاند ده ايه الهاند دي تكون من ايه افرض المشكله كانت في عصب معين تقول ايه المسار بتاع العصب ده يعني ده السؤال اللي هيتقال وات از ذا كورس اوف ذيس نيرف كورس يعني المسار العصبي بتاع النيرف ده ماشي في الجسم ازاي وهكذا يعني بهنا احنا دي اللي انا بقوله ده الاسئله اسمها الاجنده يبقى الاسئله اسمها ايه الاجنده يبقى فورمولاتنج الليرنينج اجنده هي دي معتمد على الاوبجكتيف اللي عند الدكتور يعني انت الاجنده دي في اهداف عند الدكتور في دماغه عن الحاله دي انت الاسئله اللي انت سالتها واللي طلعتوها مع بعض دي هل وفيتهم اللي عند الدكتور خلاص يقول لك اوكي يا ابني كده الاجنده تمام. نيجي بقى لموضوع الاجنده يفضل هو طبعا الوقت بيبقى يعني يسرقكم شويه هو الزمن ساعتين فبتيجوا في الاخر مش ملاحقين كده الاجنده والوقت ضيق ومش عارف ايه فممكن السكرايب يعمل ايه بقى بدل ما يكتب سؤال كل واحد يقول سؤال من كتبه يعمل حاجه يجيب يسجل من على الموبايل يعني انت يا محمد قول سؤال يوم يسجل له محمد قال سؤال فمش عارف وفلان قال سؤال وعن يروح في البيت السكرايب مع التشير ويختار واحد كمان او اثنين من الجروب يبقى السكرايب التشير واحد او اثنين من الجروب يعني حوالي اربعه ويقعدهم ويصيغوا الاسئله بتاعت الاجنده بقى زي ما قالها زمايلهم بس صياغه محترمه السؤال الاولاني كذا السؤال الثاني ويكتبوها طب بعد ما نكتبها هنعمل ايه بعد ما نكتبها هو في طبعا تمبلت في نموذج هيوزعوا عليكم الاخوه الزملاء المنسقين بتوع الكورس هيبعتوا لكم نموذج اللي هتكتبوه في الاجنده نموذج ورق كده موجود عليه شعار الجامعه وشعار الكليه ومش عارف ايه وهتكتبوا ايه هتكتبوا الاسئله فيه فالاخ السكرايب هيكتب الاسئله فيه ويبعتها للتوتر يبعتها لمين للدكتور هيبعتها له على مين على الجروب بتاع الواتس مش انتوا في جروب واتس حاطين فيه الدكتور يبقى هتبعت بعد ما تكتب السكرايب وزمايله اللي هو هيشارك معاه في كتابه الاسئله الصياغه يعني لكن هو الدفعه المجموعه كلها ساهمت في كتابه الاسئله لكن مين اللي هيبلورها في الاخر مين اللي هيصيغها هو السكرايب وده اللي يبقى مسؤول عن رفع الاجنده للدكتور فالسكرايب هيكتب الاسئله كلها بعد ما يكتبها ويطمنوا بقى المجموعه كتبتها وخلاص كده اوكي دكاتره خلاص يقوم يرفعها لمين للتوتر المعلم بتاع المجموعه الدكتور اللي مسؤول عن حضراتكم هترفعها له على الجروب اللي هو موجود فيها اللي هو في على الواتس او على الايميل بتاعه زي ما هو اتفق مع الدكتور اللي يريحه اقول له يا دكتور ابعت لك الاجنده على الايميل ولا على الواتس بتاعنا الجروب بتاعتنا المهم ايا كان فهيبعتها للدكتور الدكتور هيشوفها ويراجعها هيراجعها الصياغه هيراجع لو هي اوكي تمام لو في حاجه في الصياغه ممكن يعدل في الصياغه بس بتاعت السؤال نحو الجرامر نحو الانجليش كلام من ده ويقول لكم لو هي اوكي خلاص تمام لو هي ناقصه هيقول لكم ايه بقى لو هي ناقصه المفروض ان التوتر هيقول لكم راجعوا نفسكم تاني في اسئله ناقصه طب اقعدوا تتشاوروا بينكم من بعض تاني كده يعني اسئله ايه اللي ناقصه يا ربي طب مش عارفين طب بصوا اسالوا زمايلكم بتاع المجموعات الثانيه عملوا اسئله ايه مش عيب يعني ممكن تسالوا زمايلكم بتوع المجموعات الثانيه كتبتوا اسئله ايه يا جماعه نشوف الاسئله مع بعض كده وتشوفوا اسئله بعض ويمكن انتم عندكم سؤال زايد تدوه لهم هم عندهم سؤال زايد عنكم تاخدوه منهم وهكذا يبقى في تعاون بين المجموعات
مش المجموعة القاصرة على نفسها. يبقى في وبعدين تبعته للدكتور تاني بعد ما تشوفه هو قال لك حاجة ناقصة، تقوم ترجع له الأجندة تاني، اداك الأوكي، خلاص أوكي. يبقى هنا نبدأ المذاكرة بقى. إيه المذاكرة؟ هتبتدي من هنا بقى اللي هي مرحلة الجازرنج أوف إنفورميشن. الخمس مع يا جماعة دول كده يوم الحد خلص أهو، كده يوم الحد خلاص انتهينا أهو، حد خلص الخمس خطوات أهو. دكتور عندي سؤال ممكن؟ اتفضل. عندي سؤال ممكن يا دكتور؟ اتفضل. يا دكتور هل رئيس المجموعة والسكرتير هل لهم صلاحيات وامتيازات عن البقية ولا؟ لا، لأن أنت إيه كل واحد هيبقى كده، مفيش صلاحيات ولا حاجة، ده كل واحد هيبقى كده. يعني أنت في يوم هتبقى سكرتير ويوم يتشير ويوم طالب عادي في الجلسة، كلكم لازم تأدوا الدور ده. ده نوع من أنواع الناحية الإدارية في الجلسة، تعلموا ناحية الإدارة. فاهمني؟ ده وظيفة مش مميزة لحد فيكم. لكن هي دي حاجة، ولو أنت ما اشتغلتش الوظيفتين دول هتقل في الدرجات في التقييم على فكرة يعني. لازم تشتغل الوظيفتين دول، مره تشتغل سكرايب على مدى الترم كله، مره سكرايب ومره تشير. لو ما اشتغلتش اعرف انت هتنقص، عشان ما تسالش الدكتور بعد ما يكلمك انا نقصت ليه يا دكتور، ما تسالوش بعد كده انت نقصت ليه. فاهمني؟ لما اقول نقصت ما تسالوش انا نقصت ليه، بس انت عارف انت المفروض لازم تعرف انت نقصت ليه. انت ما لم تشارك كسكرايب ولم تشارك كتشير، وده بيبقى يترتب بينكم. يعني احنا مثلا هنبتدي مثلا الاسبوع الجاي، يبقى انتوا كده بينكم وبين بعض الجروب طبعا انتوا لسه ما تعرفوش بعض، لما تعرفوا بعض يبقى قبلها بترتبوها، تبقوا جاهزين يومها، دكتور انا اللي تشير المره دي وفلان ده اللي سكرايب، واللي بعديها تبقوا انتوا مرتبين بينكم وبين بعض مين اللي تشير من السكرايب الجلسه دي. الدكتور يدخل، الدكتور يدخل يسالكم مين النهارده اللي تشير من السكرايب، كلهم انتوا مرتبينها بينكم وبين بعض يعني مسبقا يعني. طيب يبقى احنا عملنا مين تاني؟ عملنا الاجنده. يبقى تاني يا دكاتره الخطوات، عملنا الخمس خطوات دول بتوع يوم ايدي كلهم بتعملوا يوم ايدي، والساعتين بتوع يوم لحد الصبح هم كل دول خلاص. والدكتور هتبعتوا له الاجنده وهيرد عليكم وياخدوا منه الموافقه وان يعتمدها عشان هتبتدي المذاكره. ايه المذاكره بقى اللي هي الخطوه اللي بعدها؟ مذاكره ايه اللي هي تجميع المعلومات بقى. هنجمعها منين زي ما احنا قلنا؟ هنجمعها منين على مدى الاسبوع بقى كله؟ من المحاضرات، من العملي، من البلاتفورم اللي هي المنصه التعليميه اللي فيها الاديشنال ريسورس، يعني كل الماتيريالز وكل حاجه هتترفع على الاديشنال تقوموا فاتحين البلاتفورم وتلاقوا عليه اجابه لكل الاسئله اللي انتم طرحتوها في الاجنده دي، هتلاقوا الاجابات ان شاء الله. يعني في الاول هتلاقوها لما كل ما ندخل معاكم شويه كده، يعني احنا بندرج معاكم شويه يعني في الفاونديشن الكورس اللي جاي ده سهل شويه، هتلاقوا معظم المعلومات موجوده في المحاضرات على فكره يعني الاجابات كلها في المحاضرات. لكن بعد شويه في الكورس اللي بعده هنلاقيك شويه كده شويه بنخليك تدور كده يعني نتعبك شويه تدور على 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 اجابه السؤال في الكورس الترم الثاني تدور اكتر وهكذا. وبعدين بعد كده يعني في سنه رابعه بنرفع عنك الوصايه. يعني بنرفع عنك الوصايه يعني ايه؟ يعني ما عادش في محاضرات تقريبا، ما عادش في محاضرات تقريبا، انت اللي بتشتغل مع نفسك خلاص. يعني المحاضرات المكثفه دي في ثانيه وثالثه بس، بعد كده المحاضرات عددها قليل جدا ما تعرفش دور رئيسي، لكن دي في ثانيه وثالثه فقط. انت في سنه ثانيه دلوقتي، يعني احنا في سنه ثانيه دلوقتي، اعرفوا كده انتوا في سنه ثانيه طب دلوقتي. طيب ماشي، يبقى ده دي مرحله تجميع المعلومات من الحد للخميس، وانتوا عرفتوا هتجمعوها ازاي. جمعنا المعلومات وجاوبتم، انا هنا نصيحتي الشخصيه نصيحه بقى، وانتم بتجمعوا المعلومات كل طالب يعمل فايل لنفسه، لما فايل الكترونيك لما فايل شيت ورق يعني هارد كده هارد كوبي يعني، ويكتب يكتب اجابه كل سؤال ويكتبها ايديال، يعني السؤال واجابته السؤال واجابته السؤال واجابته، ويقعد يذاكر فيها يذاكر فيها ويعرفها كويس جدا، ويعرف ويقعد يسمع لنفسه السؤال واجابته كذا، لانه هيجي يوم الخميس وهنا يوم الايه اللي بيقولوا عليه يوم الحساب بقى، ومش حساب بمعنى حساب يعني، لكن المعلومات دي تاني قبل ما اتكلم معلومات لازم تشمل الحاجات دي، يعني يبقى فيها اناتومي وفيها هيستولوجي وفيها بايوكيمستري وفيها فيسيولوجي وفيها فاميلي ميديسنز وفيها بي اس اس وفيها سلوكيات وفيها حالات نفسيه وفيها مش عارف ايه وكده يعني. فيها ثقافه المبتاع يعني، ده اللي هو البني ادم يعني. البني ادم قلنا بيبتدي منين؟ ها؟ من مجرد جزيئات، ثم خليه، ثم انسجه، ثم اورجان، ثم مين؟ سيستمز. سيستم، وبعدين يبقى البني ادم على بعضه. يعني الاسئله بتبقى خاصه بالحاجات دي، يعني بتسال عن خلايا، تسال عن 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 عن, عن جزيء معين، الدهون بتاع ده، البروتين، الجلوكوز، الكربوهيدرات، اند سو اون، الميتوكوندريا، النواه، مش عارف يعني، لسه كل حاله خاصه بنفسها. هي اللي هتقول لك انا هو. هنا البروبلم، دي الاسئله يا جماعه، يعني دي الاسئله، دي صيغه الاسئله، واي كذا، هم كذا، هو، وير، وات، which يعني استخدم وين، استخدم الاسئله ديت بتاعه الاجنده وانت بتعمل اجنده. الخطوه اللي بعد كده يبقى الاخيره بتاعه يوم الخميس،
يبقى من 1 ل 5 دي يوم الاحد ان شاء الله. الخطوه الثالثه دي على مدى الاسبوع بتجمعوا المعلومات يوم وبتحلوا الاسئله. هنا بتحط الاسئله انت بتجاوبها وتعمل شيء بتعمل لنفسك شيء لوحدك شيت كده خاص بيك السؤال واجابته دول عشان هتذاكر يوم الامتحان. يعني دي اللي هتذاكر يوم الامتحان ودول هتدخل الامتحان بقى اللي انت جمعته ده. فسواء جمعته بقى وهنا مسموح تتعاونوا مع بعض. يعني اللي في المرحله دي الحاله دي تجميع اللي عارف السؤال ممكن يديه لزميله وده يديله السؤال الثاني وبتاع تجمعوا المعلومات براحتكم ان شاء الله تجمعوها براحتكم. هم ان انت تجي لي يوم الخميس جاهز. يوم الخميس تجي لي. يوم الخميس بقى ايه اللي هيحصل؟ اللي تشير هيمسك الاسئله الاجنده بتاعت الاسئله وهيقوم يقرا سؤال سؤال. ده اللي تشير بتاع الجلسه هيقرا سؤال سؤال. يا محمد جاوب السؤال الاولاني. الكلام ده الدكتور قاعد والطلبه كلهم قاعدين وسيادتك هتجاوب. جاوب السؤال الاولاني يا محمد. طيب محمد جاوب السؤال الثاني الاولاني. يا عبد الله جاوب السؤال الثاني. يا عيسى جاوب السؤال الثالث. وهكذا يمسك واحد واحد يقوم يقول له يختار الاسئله ويقول له جاوب السؤال ده. فكل واحد هيجاوب فيكم سؤال لازم كله يجاوب. ما هو لو مش هيجاوبش هينقص برضه. هيجاوبش وبرضه الاجابه مش معناها مش بالضروره تجاوب صح مش بالضروره تجاوب صح. لو في اخطاء هنصححها لك زمايلك. يعني هنا لما واحد يجاوب سؤال فيكم يقوم اللي تشير بيعمل ايه؟ يعني واحد جاوب سؤال وخلص يقوم اللي تشير بيعمل ايه؟ يا جماعه حد عنده اضافه للسؤال ده؟ طيب حد عنده اضافه يتكلم ماشي يكمل السؤال. واللي عنده اضافه يبقى كل المجموعه تكتب الاضافه دي تكتبها اللي اضافها زميلهم في اجابه السؤال تكتب يكتبوها. طيب حد عند يعني حد عنده اضافه ثانيه يا جماعه خلاص يبقى كله ما عادش عنده اضافه خلاص يبقى السؤال ده كده تمام تمام. ايه اللي على السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده جاوب يا فلان فلان هيجاوب. طيب انت بعد ما خلص حد عنده اضافه يا جماعه على زميلكم في اجابه السؤال ده؟ يعني مش مجرد واحد سؤال يقوم نعدي واللي بعده واللي بعده لا لنترك المجموعه اللي عنده اضافه لاجابه للاجابه في السؤال ده نفسه ما يقول. اللي ما عندوش اضافه خلاص يبقى نشوف ننزل على السؤال الذي يليه وهكذا. الدكتور ده قاعد في الجلسه الدكتور قاعد وبراقبكم وبشوف مين بيجاوب مين بيسال مين بيعمل ديسكشن مع زمايله مين بيتحاور في اجابه الاسئله. ودايما عينيكم لبعض ما تبصوش للدكتور ولا الدكتوره في الجلسه. يعني عينيكم لبعض انتوا عايزين تبصوا لبعض وتناقشوا وتسيب الدكتور في حاله والدكتوره في حالها. يعني مش تبص الدور. يعني في طلبه لما بيجاوبوا سؤال بص للدكتور يعني بياخدوا منه الاوكي. هو مش هو المفروض ما ولا هيقول لك اه ولا لا المفروض يبقى ماسك فيس ولا هيقول لك انت يبقى بص له ليه بقى بصوا لبعض بص في الاخر الدكتور هيعلق بقى عليكم. يعني يقول لك السؤال الفلاني انتوا جاوبتوه كان ناقص حاولوا تدوروا عليه ثاني كان تدوروا عليه ثاني حاولوا معلومات ثانيه زودوه. السؤال ده اوكي السؤال ده في ناقص السؤال ده اوكي السؤال ده ناقص. يعني فاهم هو في الاخر مش هيسيبكم هيرشدك السؤال ده انت جاوبته غلط روح جاوبه على دور على الاجابه الصح خلاص. وبعد كده لو في حاجات كتير بالمنظر ده في الجلسه بتاعت يوم الخميس وحاجات ما جاوبتوش عليها كويس يقوم يقول لك ايه هو في سؤال ناقص في الاجنده حتى يعني في اجنده ناقصه بنسميها ميزد اجنده ميزد اجنده بنناقشها في الاسبوع اللي بعده. يعني ما بنخلص يبقى مش هنقفل كده خلاص طالما في حاجه ناقصه هنكملها الاسبوع اللي بعده. يعني واحنا بنناقش الحاله اللي بعديها يعني هنشوف الحاجات اللي ناقصه في الحاله اللي قبلها اسمها ميزد اجنده. وهنا المفروض ان حضراتكم الاجنده تترفع يوم الثلاث الاجندات تترفع على المنصه للبلاتفورم على البلاتفورم تترفع على الموقع الالكتروني بتاعكم يوم الثلاث بتاع كل المجموعات. انت المفروض حضرتك تبص على كل المجموعات مجموعات الميل والفيميل. ليه بقى؟ احنا ممكن نجيب سؤال في الامتحان تقول يا دكتور ده لم يصار في المجموعه بتاعتنا. اقول لك بس اثير في مجموعه ثانيه انت ما بصتش على المجموعه الثانيه ليه؟ يعني احنا الاسئله اللي بنجيها في الامتحان بتبقى يعني في مجموعات بتبقى موفيه الاسئله بتاعتك في مجموعات مش موفيه الاسئله. ده موضوع يعني ممكن يحصل كتير. يعني في مجموعه في سؤال لم يطرح عندها وفي مجموعه السؤال ده طرح عندها تصادف ان احنا جبنا الامتحان في السؤال ده. ما يجيش طالب يقول لي اصل يا دكتور احنا ما طلعناش في الاجنده في المجموعه بتاعتنا. لا انت المفروض كطالب او طالبه بتبصهم على يوم الثلاث بتفتح البلاتفورم بتبص على الاسئله بتاعه المجموعات كلها. لو لقيت سؤال غريب عن اللي انتوا قلتوه في المجموعه بتاعتكم اسال التوتر بتاعك السؤال ده مطلوب مننا يا دكتور ولا لا؟ في مجموعه من زمايلنا كاتبين سؤال السؤال ده مطلوب مننا في الامتحان ولا لا؟ التوتر قال لك اه يبقى تذاكره قال لك لا يبقى خلاص. يعني انت لازم تشوفه وتبص وتعمل شيك على كل الاجندات بتاع زمايلك كلها. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه اللي هو بنسميه الديبريفنج سيشن. الديبريفنج سيشن ده اللي احنا بنجمع بقى المعلومات. طب احنا خلصنا الاجنده والقعده بقت خلاص وخلصنا يوم الخميس والحمد لله جاوبنا الاسئله كلها وخلاص ايه ما ايه اللي بعد كده؟ في خطوه بنعملها بعد كده اللي هي اسمها البير اسسمنت. البير اسسمنت بقى تقييم
تقييم الزملاء والحالة. التقييم، التقييم ده بيعمله مين؟ بيعمله الطلبة لبعضهم. بص حضرتك بقى هتقيم، هتقيم ازاي؟ كل طالب، كل طالب، كل طالب هيقيم نفسه، نفسه هيقول انا كان ادائي في الاوبننج سيشن يوم الاحد مش كويس، انا ادائي كان النهارده يوم الخميس كويس. ماشي، هيقيم نفسه، يعني كل طالب بيقيم نفسه هو، بيقول رايه في نفسه بمنتهى لانه لو قال انا كويس في الحالتين، خلي بالك وانت بتقيم نفسك، لو انت لو قلت انت كويس يوم الاحد وكويس يوم الخميس عن نفسك يعني، والدكتور قاعد، ما الدكتور شايفك، ولو انت كنت صادق في كلامك هيديك الفول مارك. طب انت لو كنت كاذب في كلامك هيخسب بك الارض في الدرجه. ده موضوع منتهي، يعني ما تقولش انا كويس وانت كنت وحش، لا قول انا كنت وحش هيديك الفول مارك على فكره. يعني ما تقول انا كنت وحش، هي في الحيثيه دي في التقييم، يعني في حيثيه في التقييم اللي هو السيلف اسيسمنت، تقيم نفسك. فانت بتقول انا كنت كويس، كنت وحش يوم الاحد والنهارده كنت كويس، تقييم الدكتور ليك هيبقى الفول مارك في الحيثيه دي، هيديك الدرجه ان هي في الحيثيه انك انت قيمت نفسك صح، قيمت نفسك صح. لكن تقول انا حتى والعكس صحيح، لو انت كنت حلو في الجلستين وقلت على نفسك وحش ما يصحش تقول كده، هي برضه هديك درجه وحش، انت كنت كويس تقول نفسك وحش ليه؟ يعني ده اول حاجه. يبقى كل طالب هيقيم نفسه علنا قدام المجموعه كلها علنا، يعني قال يا دكتور انا زملاء انا كان وضعي في الحاله، طب انا كان انا كان في الاسبوع ده مش كويس وان شاء الله هتدرك الموضوع ده والاسبوع الجاي بقى احسن ان شاء الله، واوعدك يا دكتور واوعدك يا زملاء مش عارف كده يعني. طيب ادي اول حاجه، يبقى اول حاجه تقييم الذات. نفس نمره 2 تقييم الساده الزملاء، هتمسك واحد واحد من زمايلك، خلي بالك ده المفروض يعني، لكن وقت الجلسه ما بيسمحش نقول لك تعمل بديل ايه الوقت، يعني المفروض تمسك واحد من زمايلك، انت يا محمد النهارده كنت كويس، انت يا فلان كنت كويس، انت في الحيثيه دي كنت كويس، انت وتمسك المجموعه كلها، انت كنت النهارده كويسه، انت مش عارف المره الجايه شد حيلك، انت قلنا كلنا اتناقشنا انت ما كنتش طالع معايا، انت حاول تشارك معانا، يعني انت بتقول لزمايلك، بتقول لزمايلك هنا وضعهم في الجلسه، بتقيمهم هم، لان هم هيقيموك برضه بنفس الطريقه، ما كل طالب يعمل كده. خلاص؟ يبقى انت قيمت نفسك، قيمت زملائك، هتقيم اللي تشير والسكرايب على ادائهم في الجلسه، الاداره. زميلك اللي كان قايم بدور الرئيس الجلسه، وزميلك اللي كان سكرايب سكرتير الجلسه وبيكتب وملحق عليكم وبيكتب اسئله وبتاع وكلام من هذا القبيل. فدول برضه هتقيمهم اللي تشير والسكرايب. هتقيم الحاله اللي هو الحاله ده ايه؟ اللي هي الحاله المكتوبه. يعني رايك فيها، ما يفرض مش عاجبك السيناريو، مش عاجبك العرض يعني، او في جرامر خطا، او في صياغه مش كويسه، او في صعوبه في فهم الحاله، قيم الحاله دي، الحاله نفسها قيمها، قول الحاله ولا دكتور صعبه، الحاله سهله، الحاله في البروجرامر مش كويس، الصياغه صعبه علينا، مش عارف يعني، قيم الحاله كيس نفسها. التقييم الاخير للتوتر، التوتر وده يمكن ما عملتوهوش انتوا قبل كده في حياتكم، لكن هتعملوا معانا في الكليه. الدكتور قاعد قدامك اهو، قاعد قدامك، وده على فكره الدكاتره عندنا ناس محترمه، ما بياخدش ده في مخه، يعني هو بيفصل كويس جدا بين تقييم الطالب ليه وبين هو تقييمه للطالب. بمعنى انت هتقول لي يا دكتور احمد انت المره دي كنت بتتدخل معانا كتير، وكانت الجلسه كلها حضرتك بتتكلم واحنا ما اتكلمناش، وده المفروض ما يعملش كده يعني. احنا هنتكلم امتى؟ يبقى انت لازم التوتر لو لقيته اتدخل كتير قول له حضرتك اتدخلت كتير، قول له كده على طول فيس تو فيس. قول له حضرتك يا ريت تقلل من تدخلاتك شويه عشان احنا نعرف نناقش الحاله مع بعض يعني كطلبه. فافرض التوتر كان متنرفز على حد، كانت حالته النفسيه سيئه وزعق لحد، برضه اقول له حضرتك انت زعقت لفلان واحنا كده توترنا ومش عارف ايه. افرض التوتر يعني مش عيب تعلق على التوتر، مش عيب تعلق على المعلم بتاعك، على المدرس، تقول له باسلوب مهذب ومؤدب مفيش مشكله خالص يعني. هو هيحترمك على فكره. هو لانه عارف وعارف 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 دوره، عارف دوره، ويمكن بيعملها كده عشان يشوف انت هتقوله ايه، خلي بالك يعني في توتر انا منهم، انا من الناس دول، ممكن اعمل كده عشان استنى واحد يقول لي يا دكتور انت اتدخلت كتير، اه جميل انت واد محترم، انا هديك درجه كويسه عشان انت قلت ان انا اتدخلت كتير. يبقى انت عارف ان انا المفروض ما اتدخلش. يبقى فهمتني؟ فهمتني يا دكاتره؟ دكاتره. هنقيم مين؟ تقييم بقى في نهايه الجلسه يوم الخميس، فمتخلص خالص، هقيم نفسي، هقيم زملائي، هقيم التشير والسكرايب والكيس ومين؟ والدكتور. طب الدكتور هيقيمكم، هيقيمكم على الورق بقى، على الورق، وانا هوريكم التقييم دلوقتي. هيقيمكم على الورق، مش هيقول في وشكم طبعا. مش عشان ما يحرجش حد فيكم. الدكتور. ما يحرجش حد، حد كان مش كويس، لكن هو في شيت كده هيقيمه ويبعته لجنه الامتحانات، وده هتبقى درجه مسجله لحضرتك في التقييم في البي بي ال، ده تقييم لكل حاله على فكره من 10، ومن اخر يعني كل حاله من 40 سوري، كل حاله من 40 درجه في البي بي ال. وفي الاخر كلها الكورس كله بيبقى البي بي ال من 10، بنضرب بنقسم يعني على عدد الحالات ونطلعها من 10 بس،
يعني بيبقى لي درجته 10 على فكره في الكورس، والكورس بدرجته 100 بيبقى لي 10 من 100. لكن هي كل حاله من 40، كل حاله من 40 كل اسبوع 40، وبنرجع بنرجع نجمع الحالات مع بعضها ونقسم على عدد الحالات بحيث ان في الاخر تطلع الدرجه من 10 بتاع البي بي ال. انا بس كده ايه يا دكتور احمد. يا دكتور بالله ممكن تعطينا ملخص للستبس؟ هقول كل حاجه، هقول كل حاجه تاني بس لما اخلص بس الايه اقولها. هنعمل ملخص للستبس وكل حاجه تجميع. دكتور عندي سؤال يا دكتور معلش. خطوه ما كمل يا دكتور حاضر. الخطوه اللي بنجمع فيها المعلومات خطوه تجميع المعلومات اللي هم اللي هي الخطوه السادسه اللي هي مين اللي هي بتحصل بين الحد والخميس. يعني هتجمع المعلومات منين؟ السيلف دايركتد ليرنينج اللي هو يعني تعتمد على نفسك. المكتبه موجوده يا جماعه، المعامل موجوده، البلاتفورم موجود، المواقع اللي معتمده طبيا موجوده، الويب سايت. الفيلد فيزيت ديت لسه انتوا يعني هنبقى نقول لكم عليها، مش في المرحله بتاعتكم يعني. المحاضرات، السيمينارز اللي هي المناقشه مع الدكاتره، السبجكت اريا اكسبيرت برضو لسه يعني لسه. السبجكت اريا اكسبيرت ديت اللي انا قلت لكم عليها اللي هي تسال المتخصصين يعني. سؤال في التشريح روح لدكاتره التشريح، سؤال في السيولوجي روح لدكاتره الفسيولوجي واسالهم في مكاتبهم، وهم متاحين لكم في كل وقت يعني. ده بالنسبه لمين؟ الرول، شوف دور التوتر اونلي ايه؟ جايدنس، جايدنس مجرد مرشد فقط وفاسيليتيتور. اللي بيسال عن الخطوات تاني، خطوات هقولها بسرعه تاني، نراجع مع بعض وتحفظوها معايا. خطوات تاني انا هقولها بقى بالطريقه اللي هي العمليه على طول، مش هاخد مني دقيقتين اهو. اول حاجه هتقعد تقرا الحاله وتطلع الكلمات الصعبه وتعرف معناها، تعمل عنوان للحاله وتعمل ديفاين للبروبلم، وبعد كده تعمل تكتب الكيوز، الكيوز على السبوره يتكتب وما الكلمات ذات الدلاله العلميه. بعد كده بنجمع الكلمات اللي هي متشابهه مع بعضيها، الكلمات اللي هي الدلاله العلميه اللي هي الكيوز مع بعضيها، ونعملها في مجموعات حوالين المين كيس، مجموعات كده اهو حوالين العنوان الرئيسي. وبعد ما نعمل كده بنربط بقى المجموعات ببعضها والمجموعات بالعنوان الرئيسي. بعد كده بنكتب الاسئله في نهايه الجلسه، الاسئله بتاعت الحاله ممكن نطلع بيها وندور عليها عشان نذاكرها. بعد كده بنجمع المعلومات على مدى الاسبوع كله من المصادر اللي احنا قلناها. بعد كده بنناقش المعلومات ديت وانت بتجاوب على الاسئله في جلسه يوم الخميس مع الدكتور ومع زملائك. بعد كده بنعمل بير اسيسمنت اللي هو تقييم الجلسه كل طالب. طب انا الوقت مش هيسمح ان كل طالب يقيم زمايله كلهم مثلا، يعني احنا ممكن نسمح باثنين ثلاثه طلبه ننقيهم يقيموا زمايلهم. طب بقيه الطلبه ما لازم يقيموا زمايلهم ويقيم نفسه؟ لا، ممكن الطلبه انا عن نفسي بعمل كده، ان الطالب ممكن يبعت لي على الواتس الخاص بيا تقييمه لدول كلهم، تقييمه لنفسه ولزملائه وللتشير وللسكرايب وللدكتور وللحاله، يبعتهم لي على الواتس عشان هياخد درجه على التقييم ده، لازم يبعته لي يعني. طيب ده الفيدباك اللي انا قلته، بتقيم نفسك وتقيم زملائك وتقيم التوتر وتقيم الحاله البروبلم نفسها. هنا ال الحكايه الدسكشن، وشوف كل واحد يتكلم والناس كلها تتكلم وكل واحد يتكلم، ده في الاخر بيحل لك الجاب بتاع النولج. يعني ايه الجاب بتاع النولج؟ يعني الحاجه اللي ناقصه في المعلومه عندك، يعني عندك انت معلومه ناقصه لا يمكن هتوفيها الا اذا تفاعلت مع الدكاتره ومع زملائك ومع الاستاف كله عشان توصل للمعلومه اللي ناقصه دي. انت متوقع ايه من التوتر بتاعك؟ نو دليفري اوف نولج، بمعنى ان مفيش اي معلومه هيقولها لك. التوتر المفروض ما يقولكش معلومات علميه. فاسيليتيشن يسهل لك المعلومه، بروموتنج الدسكشن يعني لو حس ان الطلبه كده بطيئين كده هيبطئوا هيناموا على نفسهم في الجلسه يشجعهم يشتغلوا شويه صحصحهم يعني. ولو في برضه الدسكشن لو هو ممكن يسحبك لكلمه كده تفتحوا فيها مجال الدسكشن، يعني الكلمه يفتح مجال الدسكشن. اسكينج يو نندر، هو ده اللي انا بقوله، ممكن يسالك سؤال غير مباشر عشان يوصلك اللي هو عايزه. هيلب السيتنج جروب نورم، يعني بيحافظ على ثبات المجموعه تبقى هادي، مفيش حد يتنرفز على الثاني، ما حدش يبقى دوميننت، مفيش طالب يتعدى على زمايله، مفيش حد يتنمر بزميله في الجلسه انسوهم وهكذا. الجروب داينامكس يعني النقاش بين الطلبه وبعضهم، اللي هي مجموعه التيم وورك يعني. بيقول لك اهوت يعني انت زميل، يعني انت كلكم زملاء مع بعض وكلكم لسه جداد، انت ما تحسش ان انت مهدد يعني. يعني في الكليه مهدد من الدكتور، مهدد من زمايلك، مش عارف ايه، ما تحسش بالقصه دي خالص يعني. عشان تنجح بقى في البتاع في البي بي ال او لازم يكون في ثلاثه في تعاون بينهم، الحاله تكون مظبوطه
والطالب معانا والتوتر، هم دول زوايا النجاح. لازم الثلاثه دول يكونوا في كوبريشن وانتجريشن بينهم الثلاثه يعني. دي شكل يبقى معاكم اهو تبقوا عارفينه. دي الايتم بتاعت التقييم، يعني انت هتتقيم بناء على ده. ده التقييم بكل حاله، كل حاله بتتقيم اسبوعيا. ده الدكتور هيقيمك الحاله، هيديك في كل ايتم من ده، تقرا كده كل الايتم دي كلها، هيديك هنا واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه، وفي النهايه هيديك الدرجه النهائيه هنا من 40. يعني الدرجه من 40، التوتال مارك من 40، وكل حاله من 40، كل حاله من 40. مثلا انت خدت ثلاث حالات من 40 مش كده؟ يبقى 40 في 3 ب 120. طب انا عايز كام؟ انا عايزها تبقى 10، عايزها تبقى 10. يعني نقسم عشان نطلعها 10 في الاخر، يعني عايز تطلعها 10 في الاخر، لان الكورس البي بي ال كل كورس البي بي ال بتاعته 10 درجات فقط. لكن التقييم الدوري ده اللي هو اسبوعيا هي بتبقى كل حاله من 40 درجه. وده الايتم لو انت لاحظت اهو، بص شوف اهو السلف اهو والبير اهو، التقييم اللي اهو انت بتقيم نفسك وتقيم زملائك على درجه في الاخر موجوده ايتم اهو خلاص. وتيجي في ميعادك، مش مسموح تتاخر اكتر من 10 دقائق، اكتر من 10 دقائق اهو. ده هو اول ايتم اهو، اول ايتم جه في ميعاده ولا ما جاش، وحضر الاثنين سيشن ولا لا. يعني اقروا الحاجات دي كويس. دي اللي بيسال هنقيم ازاي، هو ده التقييم اهو. ده هتتقيم بناء على المعلومات دي، ده الشيت بتاع التقييم. وده ما فيش حد بيشوفه من الطلبه، ده ما فيش حد بيشوف الشيت ده من الطلبه، ده بيروح للمكتب الاكاديمي وتسجل درجتك وتطلع النتيجه مع النهايه وخلاص. المواقع دي، الموقع ده يعني ده البي بي ال استراتيجي. الموقع ده اللي هو ده على اليوتيوب، وده تليفوني، وده الايميل بتاعي لاي تواصل معايا. ودول موجود عليهم المحاضره، ده غير اللي هيسجلها. مين اللي بيسجل النهارده، محمد ولا مين؟ مين اللي بيسجل المحاضره؟ ايه؟ محمد حسين ولا محمد مين؟ اه زي اللي هو الليدر يعني. ازيك انت يا محمد ولا مين؟ ازيك يا محمد؟ ماشي يا حبيبي، على البركه ان شاء الله. انت سجلها بقى ودي ارفعها بقى لزمايلك اللي، لكن هو ولا برضو الموقعين دول عليهم المحاضره على فكره. يعني الموقعين دول عليهم المحاضره في اليوتيوب. اي استفسار بقى لحضراتكم تحت امركم. عندي سؤال يا دكتور. نعم. دكتور الحين التوتر بيتغير؟ الايه؟ التوتر بيتغير كل حاله ولا بيكون ثابت؟ التوتر ثابت في الترم، في الفصل الدراسي، بتتغير كل فصل دراسي. مش كل حاله، كل فصل دراسي. دكتور الحين السكرايب هل يشارك في الاسئله؟ طبعا بس السكرايب يا جماعه واللي تشير بيشاركوا في كل الخطوات. بقرا زي زمايله يعني. هو في اللي تشير يوم يفضل هو يقرا الاول الحاله، هو اول يقرا اول سطرين ويعني يقول لزمايله يقرا بقى يعني. وهو برده بيشارك في الاسئله، وضع الاسئله، وبيشارك في كل حاجه. اللي تشير والسكرايب هم طلبه عاديين بس بيقوموا بادوار اضافيه اثناء الجلسه، لكن بيقوم بدور الطالب العادي خالص. اللي مطلوب الطالب العادي هو بيعمله، ويطلع ويعمل اكستراكشن للكيوز، ويستخلص الكيوز الكلمات ذات الدلاله، ويقول لزمايله عادي خالص. يعني بيقوم زي زمايله بالظبط، اللي تشير والسكرايب يعني. مش يعني هم بس كتر خيرهم هم بيديروا الجلسه. والكلام ده طبعا بالتناوب يا جماعه. يعني انت النهارده كنت تشير الاسبوع ده، هتبقى مثلا طالب عادي الجلسه اللي بعديها، تبقى سكرايب في الحاله اللي بعديها، وهكذا. السلايدات يا دكتور عندك ترفعها لنا؟ هي موجوده، انا مديها للدكتور اياد، وهو المفروض هيرفعها لكم على البلاتفورم. تمام، يعطيك العافيه. موجوده يعني، السلايد دي موجوده معاكم يعني، المفروض هيرفعها لكم على البلاتفورم. بس هو سماع المحاضرة يعني، السلايدز مش هتفيدك كسلايدز، انت سماع المحاضرة هو الأهم على فكرة. تسمع المحاضرة، احنا بنتكلم في كلام اهوتي يعني، الكلام هو ده اللي هيتطبق يعني إن شاء الله. أنا الفيميل ما حدش بيتكلم فيهم ليه؟ الكلام كله واضح يا دكتورات؟ اه دكتور. أيوه. أي استفسار يا دكاترة؟ طب الإخوة الميل؟ الرجال 12 رجال. تفضل. دام فضلك يا دكتور. من ناحيه الاجنده، لو راحت الاجنده التوتر وكانت الاجنده اكثر يعني من الاسئله اللي المفروض تنسال، هل ينبهنا التوتر ولا؟ شوف جميل، سؤال جميل. لو الاجنده فيها اسئله اكثر من المفروض عنك، التوتر بيقيمها ازاي؟ يعني انا بيجي لي اجنده كده، انا بشوف السؤال الزايد ده يعني اجابته تاخد قد ايه مثلا؟
تاخد سطرين ولا تاخد صفحتين؟ خلي بالك بقى، يعني اجابته سطرين ولا صفحه مثلا. لو سطرين انا بتغاضى وبقولش زياده ولا حاجه، هي معلومه مش طالما في الموضوع بتاعنا مش هتاثر يعني. لكن لو اجابته صفحه انا بقول لك لا ده زايد شيله، عشان انت صفحه انت هتذاكر في صفحه ليه؟ مش مطلوب منك يعني. لكن لو اجابته سطر او سطرين بالكتير خلاص خلاص انا بسيبه، طالما مطلوب في الموضوع مش هيضر، لكن هيفيد يعني، مش هيضرنا في حاجه. لكن لما يكون اجابه السؤال اللي زايد ده صفحه كامله، صفحه كامله وانت هتضيع وقت فيها في مذاكرتها، يبقى لازم انبهك ولك ده مش مهم. يا دكتور تمام، يعطيك العافيه دكتور. يا دكتور نعم الحين لازم نجمعها الحين كلها ونجاوب عليها ونذاكرها قبل الاختبار ولا ده شيء مو مهم؟ بمناسبه الاجنده، الاجنده اه طبعا الاجنده كلها لازم تجاوبيها قبل الاختبار النهائي، لكن الاجنده بتاعت كل حاله انت بتتناقش فيها بعد كل حاله يوم الخميس يعني. انا احب انوهكم بس ان اجابه الاجنده برضو في السيشن وانتوا قاعدين في الجلسه فيربال، يعني ما تحطش البتاع قدامك وتقعد تقرا منها، مش تجيب الورقه وتقعد تقراها. طب انا يبقى انت عملت ايه؟ انت ما هو انا لو جبت اي واحد ماشي في الشارع يعني بعد اذن حضراتكم ما هيقول هيعمل نفس الكلام. يعني انتوا كنتوا حافظين، مش لازم تقول الاجابه كلها كامله، لكن تقول الاطار العام بتاع الاجابه وتقوله كده شفوي شفويا دون الاستعانه بحاجه مكتوبه او لابتوب او كلام من هذا القبيل او تابلت او كلام من ده. خلاص يبقى انت بتكون مذاكر الاجنده والاسئله تكون عارفها وتجاوبها اورال شفوي في الجلسه. تفرق قوي ان طالب يقرا لي السؤال من على الشاشه كده او يقراه من ورقه، وطالب يكلمني اورال. اللي بيقراه من الشاشه ده ما بياخدش درجات على فكره يعني، لكن اللي بيجاوب اورال ده اللي بياخد درجه، حتى لو ما قالش كل حاجه، حتى لو غلط حتى احنا هنصلحها له مش مشكله، لكن يبقى عنده هو دي طريقه اجابه الاجنده في الجلسه بتاعت يوم الخميس، ان انا اجاوبها اورال شفهيا دون اللجوء لوسائل مساعده. بس اتفضل ممكن احط الورق، ممكن احط بس الاجابه قدامي في الورق، استعين بس بالعناوين الرئيسيه، وانا عينيا للدكاتره مش للورق، مش هقدر من الورق، عينيا للدكتور او زمايلي، لكن انا ممكن استعين الورق مفتوح قدامي اه مش عيب، استعين بس بالعناوين كده وبعدين اشرح. انا بقى اشرح، انا انطلق مع نفسي. وبعدين يفضل تبقى بالانجلش يعني، يفضل تبقى بالانجليزي. اذا كان الانجليزي هيعوقك خلاص فخلوه فرانكو عربي يعني، عربي على انجليزي مش مشكله يعني، عربي على انجليزي كده. كمل يا دكتور. ها دكتور تفضل. الان في الكلوزنج سيشن في الاجابه على الاجنده لازم تكون بشكل مختصر ولا نحتاج ان نفصل في الاجابه؟ لا انت تفصل بقدر الامكان يعني، هو الاصل انت تفسر وتفصل، ده الاصل في الاجابه، تقول كل حاجه اللي انت عارفها خلاص. لكن اذا كان ده هيعوقك عن الاجابه اختصرها انت عندك انت في الكلوزنج سيشن، قول انت المختصر وخلاص لو انت مش عايز تتكلم كتير يعني. لكن في الامتحان مطلوب منك التفاصيل كلها، امتحان اللي هو الرسم بقى. لكن المهم انا بس المهم انت تبدي نشاط في الجلسه، ده لا اقصده تبدي نشاط واكتيفيتي في الجلسه بتاعت البتاع، ما تقعدش ساكت. اتفضل يا دكتور. نخلص كل الخطوات ونوصل للخطوه الخامسه اللي هي وضع الاسئله. الحين الاسئله نحطها على اي اساس يعني؟ الاسئله تحطها من واقع فهمك للحاله بقى، دي سيبها للعرض اللي انت هتشوفه بقى ان شاء الله على الطبيعه. من واقع فهمك للحاله انت شايف حاجات غامضه كتير في الحاله يعني. لما قلت مثلا دواء جبت سيرته في الاول ديباكين بتاع الصرع، تقول ايه وات از ذا ديباكين؟ يعني ايه الديباكين ده سؤال اهو، وات از ذا ديباكين؟ انت مش عارفه، تقول وات از ذا ديباكين، ايه اليوزز بتاعته، استخداماته، ايه السايد افكت، الاثار الجانبيه بتاعته. ما هو دواء لكن مش عارف ده بتاع ايه، تقول ايه الديباكين ده واستخدم في ايه والاثار الجانبيه بتاعته وكده يعني. فهمت الكلام بيجي ازاي؟ كلمه ما انتش عارفها دي تثير سؤال. يبقى الحاله هي اللي بتدلني ان الاسئله اجيبها منين، الحاله نفسها. طيب يا دكتور. دكتور الان نفس الطالب اللي ما يطلع، الطالب اللي ما يطلع يصير شير ولا سكرايب راح ينقص صح؟ اه طبعا. طيب في اول كورس دكتور ما راح يكفينا عدد البيبين؟ لا ما انت هتكمل، لا هتكمل. انت عندكم 8 حالات في اللايف سايكل وثلاثه في الفاونديشن، عندك 11 حاله لازم تطلع فيهم السكرايب او الشير او الاثنين مع بعض. يعني عندك 11 حاله في وعندك الفاونديشن واللايف سايكل، بنعتبرهم دول الترم بتاعنا. بنرجع احنا الفصول الدراسيه ديت مجرد اجازات بالنسبه لكم على فكره يعني، اجازات يعني بس ويك اند. الطب يا جماعه مختلف شويه يا دكتور.
يعني بنعتبره بيعتبره اجازه، الاجازات اللي هي في الفصول الدراسيه الثلاثه دول، لكن احنا في امتحاناتنا بنعتبر الفاونديشن واللايف سايكل ده ترم كامل، ترم على بعضه، فيهم اجازات في النص اكتر وكلام من ده، لكن دول بنعتبرهم في دول 11 حاله. 11 دول انت اكيد هتطلع فيهم بقى سكرايب شير او على الاقل لو حاجه فيهم، وعم تكمل في الترم الثاني ان شاء الله. دكتور ممكن ابغى اسالك بالنسبه للاوبننج سيشن، هل عادي ان نستخدم فيها المصادر؟ يعني هل عادي نبحث عشان نقدر نربط بين الكوز والافكت وكذا، او هذا نخليها بعدين يعني اذا رجعنا بعدين نبحث؟ لا بعدين، هي بتبقى ديسكشن بس، ديسكشن بينك وبين زميلتك في الجلسه، ديسكشن عاديه خالص، وبعدين انت تبقى معاكي نوتس كده تسجلي الحاجه الغامضه اللي ممكن انت هتحطها في اعتبارك، تدوري عليها بعدين في المصادر. يبقى معاكي نوتس كده، لما تلاقي غموض في حاجات كتيره اكتبيها بس في نوتس كده، وانت تعمل. وبعدين المصادر دي انت ما تدوريش الا لما تشوفي الاول ايه المتاح ليكي، المتاح ليكي في محاضرات، يا ترى المحاضرات جاوبت على استفسارك ولا لا؟ طب ما هو في اديشنال ريسورس على البلاتفورم على المنصه، هل جاوبت على استفساراتك ولا لا؟ اذا كانت في غموض لسه بعد كل ده، يبقى روحي اسالي الدكاتره المنوطين بهذا، يعني من الدكاتره اللي عنده السؤال ده، اذا كان سؤال تشريح اسالي دكاتره التشريح، سؤال فيسيولوجي اسالي دكاتره بتوع الفيسيولوجي، سؤال مش عارف ايه، يبقى الدكاتره اساليهم هم هو يقول لك الاجابه او يرشدك الاجابه تلاقيها فين بالظبط. كمل يا دكتور. دكتور تقييم البعض في نهايه تقييم البعض هيكون بالعربي ولا بالانجليزي ولا ما يفرق عادي؟ لا مش فرق، مش فرق براحتكم يعني. طيب السؤال يفضل من المفضل يعني تتكلم انجلش، يعني تتدرب على تريننج انجلش يعني بقدر الامكان يعني. تفضل يا دكتور. الحين الاجنده انت قلت يوم الثلاثاء نرفعها على الموقع، كيف يعني؟ يعني الطلاب يمديهم يرفعونها؟ لا مش انت اللي بترفعها، هو التوتر اللي بيرفعها، دي مش التوتر بعد ما يعتمدها ويقول اوكي هو اللي بيتولى رفعها، مش انت، مش انت اللي ترفع. نقدر نشوف الاجنده حتى انت علاقتك بالتوتر، انت علاقتك يا دكتور بالتوتر بعد ما تكتب الاسئله توديها للتوتر، التوتر هو يتناقش ويشوفها ويشوفها، خدت الاكسبتنس وقال لك اوكي هيرجعها لكم هو نفسه، النسخه دي هيرفعها هو على البلاتفورم، مالكش دعوه لها طريقه رفع يعني، هو اللي هيرفعها، ما المسؤول عن رفعها بلاتفورم الدكتور مش انت. طيب الاجنده حقت الطلاب الثانيين المجموعات الثانيه اقدر اشوفها انا بعد؟ شوفها يوم الثلاثاء، هتشوفها على البلاتفورم، تدخل على الموقع هتشوف الاجندات كلها يوم الثلاثاء ان شاء الله، تبقى موجوده كل الاجندات ترفع ان شاء الله يوم الثلاثاء على البلاتفورم. طب لو ما كانت كامله يا دكتور كيف ترفع؟ الايه؟ لو الاجنده ما كانت كامله بالنسبه للمجموعه ترفعها؟ انا قلت الكلام ده يا دكتور، قلت لك تبص على الاجندات كلها بتاعت المجموعات كلها وتشوف الاسئله اللي عملوها، هل انتوا عندكم اسئله ناقصه غير اللي عملوها ولا لا؟ وتسال فيها التوتر، يا دكتور احنا ما عندناش السؤال الفلاني مطلوب مننا ولا لا؟ بس عرفت؟ لازم تشوف الاجندات كلها. نقدر نعدل على الاجنده؟ هو انت احنا خلي بالك، انت لما يجي لك سؤال في سؤال في سؤال في امتحان في سؤال على الاجنده في مجموعه ثانيه، انت ليس لك الحق في ان انت تتظلم، خلي بالك، ما تقولش يا صافي ما جاش في المجموعه بتاعتنا. انا بقول لك اهو من اولها اهو، انا اقول لك اهوت ومسجله اهوت، لازم تشوف في المجموعات كلها، لازم تشوف كل الاجندات في المجموعات كلها، لان ممكن يجيب سؤال لم يطرح عندك في المجموعه بتاعتك، يبقى انت يبقى لا تلومن الا نفسك الحقيقه. فهمت؟ يبقى تشوف ولازم تسال فيها التوتر. يعني يقول يا دكتور انا شفت في المجموعه الثانيه على البلاتفورم كاتبين سؤال احنا ما كتبناهوش، حضرتك ده مهم عندنا ولا مش مهم؟ بس. هو يقول لك اوكي او مش اوكي، ده هو يرجع لتقييمه هو بقى. طيب دكتور واذا مهم هل ندخله معانا؟ نعم؟ هل نبدا نعدل عليه؟ مثلا احنا اذا لقينا سؤال يعني ما كتبناه، عرفت كيف؟ هل نقدر نعدل على اسئلتنا ونضيفه؟ اه طبعا وتبلغ التوتر وخلاص هيقول لك اوكي مفيش مشكله. ايوه تعدل على اسئلتك وتعملها. ده هنا دكتور الاختبار يوضع على اساس الاجنده اللي احنا نسويها الدفعه؟ ايوه. ولا على اساس المراجعه؟ انا اقول لك العقد اللي بيننا وبينكم هي الاوبجكتيفز بتاعت الحاله، اهداف الحاله، الاهداف دي انت اللي بتبلورها في صوره اجنده. طب مين اللي بيحكم ان انت وفيت الاهداف؟ هو التوتر ورؤيته للاجنده بتاعتك، الاسئله انت كتبتها دي موفيه الاهداف بتاعت الحاله، خلاص؟ ليه هيعرفها التوتر؟ الاهداف دي عارفها التوتر يعني. هي الاجنده اللي بتعملوها دي الاسئله دي ماشيه مع اهداف الحاله، خلاص يبقى هو ده الفيصل فيما بيننا. العقد اللي بيننا وبينكم هو اسئله الاجندات، العقد اللي بيننا وبينكم، العقد اللي ممكن
يعني مش هنجيب لكم سؤال لم يطرح في الاجندات خلاص. بس الاجندات انا بقول الاجندات مش اجنده مجموعه واحده، الاجندات يعني اجندات البنات والبنين كلها خلاص. يبقى ده العقد اللي بيننا وبينكم ان مفيش سؤال هيجي خارج الاجندات بس وخلاص. دكتور الحين نتكلم قاعدين نتكلم عن البي بي ال دكتور صح ولا لا؟ نعم. طيب ايش علاقه قاعد نتكلم عن المجموعات بالبي بي ال؟ اه طيب ايش علاقه بالمحاضرات اللي عن بعد تكون لا علاقه ولا انت كده مش معايا خالص. احنا واحنا مش في البي بي ال طلعنا الاسئله للمحاضرات هتجاوب عليها. احنا مش طلعنا ايه من الاجنده بتاعت يوم الاحد اسئله المحاضرات اللي هتجاوب عليها، هتجاوب على الاسئله دي يعني مش هتعرف اجابه الاسئله ولا هتعرف تتكلم يوم الخميس الا لما تحضر المحاضرات. طيب دكتور انت مش معايا خالص على فكره. في يوم الكلوزنج سيشن لازم كل طالب يكون معاها الاجنده واجابتها في ورقه خارجيه. اه الاجنده واجابتها دي حاجه ترجع حاجه على فكره تهمك انت اكتر ما تهم الدكتوره وتهم حاجه تاني، حاجه تبقى خاصه بك انت. والطلبه محترمين بيعمل ايه بقى؟ يعني الطلبه اللي انا عاصرتهم الحمد لله يعني في طلبه محترمين كتير كان بيقول لك بقى شوف يجيب الاجنده ومكتوبه مكتوبه ويقول يا دكتور يجي لي في يجي لي كده في المكتب عندي راجع لي لو سمحت. شوف الطلبه كانوا بيعملوا اللي هم الطلبه اللي بيطلعوا الاول على الدفعه الاوائل دول كانوا بيعملوا معانا بعد الاجنده ما بيكتبها قبل يوم الخميس يوم يجي لي المكتب مش كتوتر كما كدكتور فيسيولوجي انا بتاع فيسيولوجي اللي هو علم بتاع وظائف الاعضاء فكان بيجي لي المكتب دكتور شوف لي اسئله الفيسيولوجي كده مظبوطه ولا لا وانا مش التوتر بتاعه ولا حاجه وانا بقول لكم روحوا للدكاتره كنت في التخصصات خلوهم يشوفوهم الاسئله الفيسيولوجي كده مظبوطه ولا ناقصه يا دكتور لو ناقصه بقول له اكتب كده دي زياده كمان زودها في الحته ديت. طيب طب وعن كان الطالب محترم انا مش عايز اقول اسماء حد كان يكتب لي اسم المرجع اللي جايب منه الاجابه كان يقول لي انا جايب الاجابه منين جايبها من بلاتفورم من محاضره الدكتور احمد مش عارف منين يوم كاتب لي كده تحت مصدر المعلومه دي جابها منين مصدر الاجابه جابها منين جبت السؤال فكنت امسك الاسئله بتاعتي ويروح لبتوع التشريح في مكتب المولوم يعمل هو نفس القصه بتوع الهيستولوجي بتوع الكيمياء يقعد معاهم يقول لهم شوفوا اسئله الكيمياء مظبوطه ولا لا يا دكتور اهدي دي الطلبه دول الاوائل لو انت عارف الاوائل بيطلعوا ازاي هو ده الاوائل بتوع الدفعه الناس اللي هم البايونير في الدفعه دي دي دي, دي سلوكهم الحقيقه فكانوا بيجوا معانا كده وبعدين لو في حتى في كلمه في مرجع يروح يقول لي طب الحته دي في المرجع انا مش فاهمها يا دكتور يجيب المرجع ويقعد معايا في المكتب وافهمها له وكلام من ده يعني الدنيا مفتوحه لكل الناس والدكاتره موجودين في خدمه حضراتكم كلهم في الساعات المكتبيه هتلاقي كل دكتور على باب اوضته الدكتور متواجد من يوم كذا ليوم كذا ساعات مكتبيه للرد على اسئله الطلبه هتلاقي فيه مواعيد للدكاتره على ابواب الغرف بتاعتهم. ايوه يا دكتور اتفضل. وانا بالنسبه لي انا يعني بالنسبه لي انا الواتس متاح لحضراتكم الرقم اهو رقم الموبايل اهو رقم متاح لحضراتكم اي سؤال في اي وقت تحت امركم يعني ما عنديش مشكله خالص مش متقيد انا بالساعات المكتبيه يعني فاي سؤال وانت بتذاكر ابعته لي على الواتس بس خلاص. سؤال يخص الفسيولوجيا دكتور دحين الدكاتره المتخصصين فين نحصلهم يعني موجودين يعني انت لما تروح الكليه هتعرف يعني تروح الكليه هتعرف بقى الاقسام هنا اسم الفسيولوجيا هتعرف انت لوحدك. اه يعطيك العافيه. لما تروح الكليه تتعرف على الاقسام هتعرف الاقسام التخصصات كلها تبقى وموجود لوحات ارشاديه وكل حاجه. طيب دكتور ايوه يا دكاتره الدكتوراه فين يا دكتوره؟ دحين انت قلت ان كل حاله حيكون عليها عليها ايه؟ الحين ايش اسمه؟ انت قلت انه كل حاله حيكون عليها 40 درجه صح؟ فال 40 دي كيف حتكون يعني متقسمه؟ يا دكتوره اهو الشيت اهو يا دكتوره اهو الشيت اهو يا دكتوره الشيت اهو يا دكتوره انت بتاخدي على الايتم اللي على الاولاني ده بتاخدي واحد من يعني واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه الدكتور بيديكي درجه من دول يديكي اثنين يديكي اربعه يديكي خمسه من خمسه يبقى على الايتم الاولاني ده جمعي كله كده لو انت خدت خمسه من خمسه في كل دول هتجيب 40 في الاخر لو انت جمعت الحاجات دي ده التقييم اهو يا دكتوره ده التقييم اللي الدكتور هيقدمه انا يعني متعمد على فكره ده مش 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 على البلاتفورم الشيت ده مش موجود على بتاع البلاتفورم انا كاتبه لكم اهو عشان تعرفوا انتوا هتقيموا ازاي ديت الدكتور هيقيمكم ازاي اقرا الحاجات دي قبل ما تعملوا اي حاجه انه هيقيمك هيديك هنا مثلا انت بيقول لك حضرت في معادك يديك 5 من 5 لو حضرت يوم الجلسه 5 من 5 او تديك 5 خلاص يبقى خدت 5 من 5 في دي وهكذا اسك ابروبك بتسالي اسئله مناسبه وكويسه يديك 5 من 5 في الجلسه تسالي اسئله مش كويسه يديك 1
خلاص وهكذا يعني يجمع بقى في الاخر ويديك درجه من 40 هنا كده ده 40 ده فهمت بتقيم ازاي واسمك بتحط هنا واسم الطالب اهو ورقم الحاله والكورس اسمه ايه والتاريخ والدكتور اللي هو بتاع الحاله والمجموعه يعني. ده الشيت اللي بتقيم على اساسه يا دكتور اهو ركزي فيه كويس هو ده عايز كلكم تقروه عشان تعرفوا تقيموا ازاي عشان ما حدش يقول للدكتور او الدكتوره يا دكتوره انت مدياني اقل من حقك هتقول لك تعالي انت عملت ديت هتقول لي ما عملتهاش خلاص عرفت انت ناقصه في ايه عشان ما حدش يحرجكم ويقول لكم انتوا ناقصين في كذا اقروا الحاجات دي كويس وصلت يا سواد يا دكتور يا دكتور عندي سؤال الان بالنسبه للاجنده الان بعد يمكن كم حاله معينه الاجنده بتتكرر ما بتجي اسئله ممكن تجي اسئله جديده لكن في اسئله بتكون ثابته تمام يمكن 6 او 5 اسئله مثل تعريف المرض او المضاعفات الخاصه بالمريض زي كذا يعني هل لو تكررت الاسئله او شخص سال نفس السؤال من الحاله الماضيه هل يعتبر انه مساله سؤال كويس او انه لا هو اللهم بس تكررت الاسئله يعني في حاله غير حاله يعني حال حالتين مختلفتين مو بعض الاسئله بتكون مثلا ايش تعريف المرض لا ده عادي ده مش مشكله خالص ده عادي خالص ما بيعتبرش تكرار ولا حاجه انت الكلام مرتبط بحاله جديده يعني انا لو انا سالت مثلا سؤال اللي هو ايش تعريف المرض انا بكون سالت سؤال ممتاز ما هنتكرر خلاص هو المرض هيبقى مختلف خلي بالك الحالتين مش هيبقوا نفس المرض هيبقى مختلف ويبقى يبقى السؤال جديد مش قديم انت هتقول اسم المرض انت هتقول مش عارف هتقول على المرض هتقول اسم المرض وانت بتقول السؤال هتقول اسم المرض يعني انت بقول لك عرف المرض الفلاني فيبقى السؤال جديد مش لان الحالتين مختلفتين مش نفس الحال ايه تمام منطقي السؤال الثاني يا دكتور الان بالنسبه للتقييم الطالب يقيم نفسه طب هذا طلاب يعني من النوع اللي مهما يعني سوى بيشوف نفسه انه قصر هل هذا بياثر على تقييمه اذا انا اكون أيوة لازم يكون سيلف كونفيدنت لازم يكون واثق في نفسه ويعرف يقيم نفسه كويس يقول انا كنت وحش في يوم الاحد وانا كويس يوم الخميس ولا بثقه انا كنت وحش في الحالتين لو يقولها بثقه يعني لان هو ياخد درجه هو مش معناها نقول ان انا وحش ان الدكتور هيقلله لا الدكتور هيقلله امتى اذا كان تقييمه مش موافق للتقييم الحقيقي بتاعه يعني انت قلت انا وحش وانت كنت حلو ده الدكتور هينقصك على فكره انت كنت حلو بتقول نفسك وحش ليه طب مثلا دكتور الدكتور كان شايف ان انا كويس بس انا كنت شايف لا لا لا, لا. ما انت بتعرف ازاي لا انت بتعرف بالكومباريزون بالمقارنه مع زملائك انت بتعرف نفسك انت شكلك وسط زمايلك كان شكله ايه كنت مؤدي جيد يعني وكان علامه الرضا على الجميع من ناحيتك ولا كان انت مش مؤدي جيد بيبان يا حبيبي لما تقارن نفسك بالمجموعه بيبان وكل واحد على فكره مقصر